الحزن من يوم 25 نوفمبر واليوم ده حقيقي ان احنا بنحتفل بيه من 25 نوفمبر ل 10 ديسمبر بقالنا 16 سنه. اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. اليوم ده ابتدى امتى؟ ابتدى سنة 2000 يعني بقالنا 16 سنة واحنا في 2016 لمدة 16 يوم العالم بيحتفل وبيناهض العنف ضد المرأة وبيوعي الناس بهذه القضايا وبهذه القضية العنف ضد المرأة. هذه النسبة نسبة على مستوى العالم وصلت ل 35% حسب تقرير منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية بتقول لك ان العنف ضد المرأة على مستوى العالم نسبة وصلت ل 35%. بنقعد 16 يوم نوعي الناس، نوجه لهم رسائل، نعرض نماذج تعرضت للعنف، او نعرض نماذج زي ما احنا هنا في ست الحسن قررنا قلنا احنا مش عايزين نوري الناس هذه النماذج، لكن عايزين نوري الناس النماذج اللي تخطت هذا العنف، اللي واجهته، اللي عرفت حقوقها واستخدمت القانون علشان تواجه هذا العنف. وده يعني هيكون موجود معانا الفترة الجاية. والستاشر يوم دول يوروكوا انه عادة احنا بنشوف اليوم العالمي لكذا وكذا 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 غالبا بيبقى يوم. ونظرا لأهمية هذا الموضوع ولعمقه ولصعوبته ولقسوته، فاحنا عندنا 16 يوم بنقعد نتكلم في العنف ومناهضة العنف ضد المرأة. ومفيش حد ينكر أبدا دور وأهمية الميديا، ومؤخرا دور وأهمية الميديا والسوشيال ميديا فيما يتعلق بملفات كتير جدا نقدر نوعي الناس بيها، وعلى وجه التحديد هذا الملف، ملف العنف ضد المرأة. يعني انت ممكن تقعد تتكلم وقت طويل جدا وقد يصل هذا الوقت لسنين علشان توعي الناس وتغير وتؤثر فيها ثقافة قديمة وبالية وتغير موروثات غير صحيحة وتوعيهم وتقول لهم ان الراجل يا جماعة مش بانه يعني درجة رجولته ما بتتقاسش بالعنف وبالقسوة وبالتحكم وبالضرب وبمد الايد وبالقهر المعنوي، لانه مش بس العنف ضد المرأة هو الضرب، لكن ليه اشكال مختلفة، ممكن يبقى قهر نفسي ومعنوي وحاجات كتير جدا. الختان هو عنف ضد المرأة، الزواج المبكر هو عنف ضد المرأة، انك تعملها على اساس جنسها او نوعها ده عنف ضد المرأة. الميديا والسوشيال ميديا ليهم دور كبير ومؤثر، لانه زي ما بقول لكم كده انت تقدر تقعد تتكلم وقت طويل وسنين طويلة لكن بفيديو تأثر وتوصل وتحقق انتشار وتسمع بشكل أكبر وأكثر عمقا. وده كمان اللي السوشيال ميديا بتلعبه، انت ممكن بفيديو أو بغنوة أو بلمحة أو بلقطة تقدر تطرح مشكلة وتقول أحل كمان إزاي هذه المشكلة. وممكن يحصل العكس بالمناسبة، يعني ممكن جدا تعرض لي فيديو برؤية خاطئة تعمل تأثر سلبا على هذا الملف. النهاردة احنا هنتكلم عن هذا الموضوع وازاي الميديا وازاي الفن ممكن يقرب كتير مسافات ويوضح كتير حاجات، وازاي ممكن بطريقة خاطئة يعمل مشكلة. بمعنى احنا عايزين نتكلم عن العنف ضد المرأة عشان نقول شكله ايه، نسبه وصلت لحد فين، ليه في عنف ضد المرأة؟ هل ده مرتبط بالوضع الاقتصادي؟ يعني لو أسر على قد الحال أو فقيرة دي غالبا اللي بتتبنى العنف ضد المرأة، ولا مش شرط؟ مش شرط أبدا، ممكن نلاقي عنف في طبقات مقتدرة. مش عارفين، عايزين حد يجاوب لنا. هل العنف ضد المرأة مرتبط بطبقة اجتماعية معينة، ناس ما قدرتش تحصل على قدر كافي من التعليم، قدر كافي من الثقافة، ده بيبقى العنف يعني موجود عندهم اكتر ضد المرأة من الطبقات التانية؟ برضو مش عارفين. مرتبط بايه؟ يعني احنا عايزين نتكلم عن، لما نيجي نتكلم عن هذا اليوم لازم نعرف هو ايه اشكال العنف، ايه اسبابه، طب نعالجه ازاي، طب موجود في دول اكتر ليه من دول، طب ازاي القوانين هذه الدول بتتعامل مع العنف ضد المرأة، ايه الاحكام او العقوبات اللي بتقع على اللي بيعنف، سواء كان اب سواء كان اخ سواء كان زوج سواء كان رئيس في العمل. ده اللي المفروض ان احنا نقوله في هذا اليوم.
دلوقتي هنعرض على حضراتكم نموذج او طريقه تم التعامل بهذه الطريقه مع هذا الملف ومع العنف ضد المراه في واحد من البرامج في التلفزيون الحكومي المغربي. وهذا الفيديو حقيقي انه كان عليه رد فعل كبير جدا ورد فعل عالمي كبير، انه في واحد من البرامج الصباحيه المذيعه خرجت وقالت انه احنا هنتكلم النهارده عن مناهضه العنف ضد المراه وهنفتح هذا الملف، وكانت طريقه تناول هذه القضيه هو انه ازاي الست اللي اتعنفت او اتضربت وتعرضت للضرب وللعنف وفي اثار لهذا العنف على وشها، ازاي نقدر نداري هذا العنف. وبالفعل كان في بنوته موديل قاعده على الكرسي واتعمل لها مكياج، وهي يعني المفروض انه في اثار عنف على وشها وضرب وكدمات وحاجات زرقاء كده وتفاصيل كتير. ازاي الميك اب يداري اثار العنف اللي وقع عليها. ودي كانت البرنامج ده في هذه القناه شاف انه دي طريقه للاحتفال بهذا اليوم او لتعريف الناس باهميه هذا اليوم. هذا الفيديو برنامج اسمه صباحيات في القناه المغربيه الرسميه. هوريكم دلوقتي حالا الفيديو، هو بس تم رفع الصوت كمان من عن الفيديو، كان فيه صوت وتم رفع الصوت من على الفيديو، احنا حطينا بس مزيكا. انا هعلق لحضراتكم على هذا الفيديو. حقيقي انه كان في رد فعل عالمي كبير، يعني في قنوات في جرايد عالميه كبيره كتبت عن هذا الفيديو وكتبت عن هذه المعالجه وهذا التناول. الجارديان كتبت، واشنطن بوست كتبت، اكتر التلجراف كتبت، السوشيال ميديا كلها اتكلمت وعرضوا هذا الفيديو. وحقيقي ان هم علقوا قالوا ازاي بنوعي الناس بالعنف او بمناهضه العنف ضد المراه بهذه الطريقه. يعني حاجه كده زي ان انت بدل ما تقول للناس اثار ومشاكل الكذب وتحلل للناس بتكذب مثلا وليه تلجا للكذب، فتقول للناس ازاي يكذبوا بطريقه لطيفه وما تبانش وما تتكشفش. حاجه كده شبه كده او نقدر نقيس على ده. تعالوا نروح نشوف هذا الفيديو ونرجع علشان نكمل كلام كتير عن ال 16 يوم مناهضه العنف ضد المراه والوقوف امام العنف ضد المراه، ايه اسبابه، ايه مشاكله، نسبه بتزيد ولا بتقل، محصور في طبقه معينه ولا منتشر في كثير من الطبقات. حقيقي انه في كلام كتير عن هذا الملف كل سنه والمفروض انه يبقى طول الوقت. تعالوا نشوف. يعني قسموا وش البنت نصين ووشها كله باين عليه اثار الضرب والكدمات، في نص الوش بالمكياج. ازاي قدرنا نداري ما تعرضت ليه هذه السيده، والنص الثاني طبعا بالكدمات، والبنت بتبتسم في الاخر لانها شايفه انها قدرت تنتصر على العنف بالمكياج، قدرت تداري بالمكياج. وده اللي انا بقوله لحضراتكم انه قوبل بهجوم كبير جدا، لانه مش من المفترض ان احنا نداري العنف، لكن دايما بنقول كده انه اول طريق حل المشاكل هو ان احنا نواجه مشاكلنا. ازاي فعلا الست تعرف ان ليها حقوق والحقوق دي مدعومه بالقانون ومدعومه بدعم اجتماعي من مؤسسات حكوميه، من مؤسسات حقوقيه، من مؤسسات بترعى حقوق المراه، مش ان هي تداري هذا العنف تحت المكياج. حقيقي ان القناه اعتذرت، يعني وده موقف محترم جدا منه. القناه ادركت انه في فعلا خطا حصل وما كانش من المفترض ابدا ان تكون دي المعالجه، وقالت فعلا انه ده كانت معالجه غير مناسبه على الاطلاق، وانه هيتم التحقيق في هذا الموضوع، وقالت ان هي تاخد الاجراءات اللازمه والمناسبه مع المسؤولين اللي وافقوا انه يتم طرح هذا الملف بهذه الطريقه وبهذه المعالجه اللي فيها مكياج. وده بقى اللي احنا بنتكلم فيه، ازاي ما يبقاش فيه مكياج، يعني ازاي في حاجات ما ينفعش تتدارى تحت المكياج، لان اول ما هتمسحي المكياج ده كده وتغسلي وشك وترجعي تبصي لنفسك في المرايه هتشوفي تاني اثار هذا العنف. وهذا العنف مش بس بيبقى في الوش، لكن بيبقى في الـ في الـ في القلب وفي المعنويات وفي التفاصيل وفي الكيان. وده اللي احنا بنتكلم فيه، ازاي انا اقدر اوصل للناس واقول لهم انه في موروثات خاطئه
فكره ان انت تتعرضي للعنف وللاهانه باشكال مختلفه وفي الاخر يبقى ده جوزك ويبقى ده ابوكي ويبقى ده اخوكي، ما ينفعش تقفي قدامه، ما ينفعش مش عارفه ايه، وبصارين البطن بتتعارك والكلام اللي بنسمعه ده من قديم الازل، هو ده اللي احنا لازم نقف ضده. ان الست لازم تبقى عارفه حقوقها كويس جدا، وانه هذا العنف مش عادي بالمناسبه. يعني العنف اللي انت تتعرضي له او الاهانه اللي انت تتعرضي لها او الضغط اللي ممكن تتعرضي له او الاهانه المعنويه اللي انت ممكن تتعرضي لها، احنا ما بنتكلمش بس على مد الايد والضرب، لكن كمان بنتكلم على احيانا حقوق بتتاخد من الست لمجرد انها ست. ده اللي مش عادي ابدا، ده اللي لازم نقف نواجهه. يعني عشان كده العالم كله عمل الايام دي عشان يقول يعرف الست انت عندك حقوق، لو عندك مشاكل لازم تقولي، لو في عنف بيمارس ضدك لازم تقولي، لانه في طرق لمواجهه هذا العنف. خلونا ناخد على التليفون دكتور عمرو حسن، مدرس واستشاري النساء والتوليد بجامعه القاهره ومؤسس مبادره انتي الاهم، واللي ليها حقيقي فعاليات كبيره بتعملها بقالها 16 سنه لمده 16 يوم لمناهضه العنف ضد المراه. اهلا بيك معانا يا دكتور. اهلا بيك. ازيك؟ اهلا بيك يا دكتور، كله تمام. معرفش اذا كنت اكيد بحكم يعني اهتماماتك وشغلك شفت اكيد هذا الفيديو وشفت هذه المعالجه للعنف ضد المرأة، معرفش شفتها ازاي يا دكتور؟ يعني هي الفكرة ان احنا نقول انت لما تخلقي انسان سيء صعب ان انا اغيره، فيبقى في الاساس الانسان السيء هيتحول الى انسان اكثر سوءا. الهدف ان احنا تخلقي ناس كويسين، مش هينفع واحد بقى عنيف اقدر ان احاول اواجهه. الحل دايما في الولاد والبنات الصغيرين، يعني دايما بقول ان كل ام هي اللي عليها مسؤولية، الام عندها مخلفة ولد وبنت، هل يا ترى بنت ابنها تزرع جوه دماغه ثقافه التمييز وان هو احسن من اخته وهو من حقه ان هو يضرب اخته، فلما هيكبر هيشوف انه من حقه انه يضرب مراته او ان هو يعنفها او ان هو يشتمها؟ وهل يا ترى هتزرع جوه بنتها ان هي بس ان انت اتولدتي عشان تتجوزي وتخلفي وكده يبقى انت اللي عملتي اللي عليكي، وان انت ممكن تتضربي عادي من اخوكي وممكن تتشتمي؟ فدايما بقول تعالي نرجع للمحور، الاساس في اي حاجه عشان احل المشكله يبقى اقفلي الحنفيه من الاساس. فبقول دايما الاساس عندنا هي الام. الام عليها دور لان هي بتربي الاثنين، بتربي الولد والبنت. ممكن تخلف لك ولد حاسس ان هو احسن من اخته، من حقه انه يضربها، من حقه انه يتحكم فيها، وممكن تخلف لك بنت ضعيفه مش فاهمه حقوقها في الدنيا، فاهمه بس ان هي بتسمع كلام اخوها بس وان هي ملهاش طموح ولا احلام. فلو احنا عاوزين نحل المشكله، يا زي ما بقول المراه عاديه نص المجتمع، بس فعليا بتربي وتتحكم في النص الثاني، هي فعلا بتربي وبتتحكم في النص الثاني من خلال الاولاد والبنات الصغيرين، الاجيال اللي هي بتطلع لنا، فهي من خلال التنشئه اللي هي بتطلعها هتقدر تغير لنا الاجيال والاجيال. ويمكن لو بصينا على العنف ضد المراه، تعالي اتخيلي البنوته معايا من ساعه ما اتولدت، اول عنف هتشوفه الختان، بعد كده الحرمان من التعليم، بعد كده الزواج المبكر، بعد كده هتشوف التحرش، بعد كده لما تتجوز هتشوف ان هي هتولد بالستة وبالسبعة غير ارادتها، وبعد كده ممكن تلاقي جوزها هيسيبها ويروح يتجوز تانية. يعني خليني افاجئك ان انا كنا من اسبوعين كده كنا مع وزارة الصحة في قافلة طبية في الخصوص، كان عاملين كده حاجة للولاد والبنات الصغيرين، مفيش ولا بنت من اللي اتكلمنا معاهم كانت في المدرسة، كلهم بيخرجوا من التعليم. ولما تسأليهم كل بنات عندهم 14 و15 و16 ولاد وبنات حياة، انتوا ليه كلكم بيخرجوا من التعليم؟ هي نفس القصة المقررة اللي هحكيها لك. عيلة الزوج طلق الأم، الأم معاها سبع أولاد مش عارفة تصرف على الأولاد، بتخرجهم من التعليم، الولاد يبدأوا يشتغلوا، البنات يشتغلوا لغاية ما هم يتجوزوا. يبقى دايما الفقر عندك هو أساس المشكلة، والأساس المشكلة هو الراجل لا ما يقومش بمسؤوليته. بعد ما اتجوز واحده وجابت له سبع عيال اكيد اتهدد صحتها، اتهدد بعد سبع عيال، فهيسيبها وهيسيبها هي وعيالها. فتكتشفي ان الولد الصغير اللي عنده 14 سنه انت شغال ايه؟ يقول لي سواق توك توك، اقول له انت بتكسب، يقول لي اه من توك توك. يعني المستوى الاقتصادي، يعني في الطبقات المستوى الاقتصادي عندها متواضع او اللي هم عند خط الفقر او تحت خط الفقر، العنف عندهم اكتر ولا ده مش مرتبط بالمستوى الاقتصادي، مرتبط بالثقافه وبالتعليم وبالمستوى الاجتماعي؟ يعني كله ماشي. يعني في اسر حقيقه يا دكتور بتلاقي انه المستوى الاقتصادي متواضع جدا بس متنورين قوي، يعني تلاقيه مقدر جدا البنت ويعلمها ويعاملها زيها زي الولد ويعاملها بتقدير شديد جدا، وده حقيقي كان معانا هنا حتى في البرنامج. يعني هل هو مرتبط بالمستوى الاقتصادي ولا بالتعليم والثقافة والتربية؟ بصي هو كلهم ماشيين مع بعض، وحتى العنف اللي الست بتشوفه
ليه علاقه بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي. يعني ايه؟ يعني ممكن واحده تلاقيها من طبقه عاليه بس تشوف نوع تاني من العنف، ممكن يبقى حاجه اسمها عنف معنوي. يعني ايه عنف معنوي؟ انت حاضر مثلا عاوزه تحضري الدكتوراه، فجوزك يقول لك هو الدكتوراه هيفيدنا في ايه؟ ما الطبيخ ممكن يبقى اهم. يعني قصدي مش شرط ان العنف يبقى التحكم او ان هو ضرب او شتيمه او اهانه. العنف ممكن ان هو يقتل لك طموحك، يقتل لك احلامك، ان هو يحولك في الاخر ان انت في البيت ده ليه هو بس. يعني دايما نقول ان العنف مش لازم ان هو ضرب، لا، ممكن يبقى عندك اشهر انواع العنف اللي هو العنف المعنوي. وخلي بالك لغايه دلوقتي حتى ثقافه التمييز مش موجوده بس في مصر، هي موجوده في كل حته في العالم. طبعا. يعني انا كان في كتاب، كان واحده كانت اول واحده تخش في البورد بتاع الفيسبوك. الست دي كانت منزله كتاب هي بتشتكي من ايه، تتخيل في كتاب ان في امريكا النظره للست لما توصل لمنصب عالي ان هي اكيد وصلت للمنصب ده عشان هي حلوه، عشان هي تعرف حد، عشان هي ليها واسطه. بينما يقول لك الراجل لما بينجح ما حدش بيلاقي له سبب هو نجح ليه، يقول لك عشان هو شاطر ويسكت. بينما الست لما تنجح يبقى اكيد قدم التنازلات شوفي الكلام ده في امريكا. هحكي لك قصه ثانيه. لا هو كمان يا دكتور انت لو الناس اللي متابعين للسينما الامريكيه هيلاقوا في نماذج للست اللي بتتعرض للعنف من جوزها او حتى من صاحبها، لانه ده موجود ومنتشر في ثقافتهم. ده نموذج موجود على فكره ومنتشر، اللي هو بيضرب واللي بي بي بيتعاطى المخدرات واللي بيشرب كحوليات تلاقيه عنيف وبيضرب واثار العنف باينه على وشها وبيضرب عياله. يعني النموذج ده موجود مش بس في مجتمعاتنا. لا موجود، لكن موجود طبعا. انت عارفه هيلاري كلينتون لما خسرت فكانت بتتكلم في الخطبه فكانت بتعيط فبتحكي للبنات، فهم كان هدفهم، قالت انا كان هدفي ان انا اكسر الثلج. يعني ايه تكسر الثلج؟ ان ينفع يتقال ان في هيجي الامريكا رئيسه ست. يعني شايف هي حتى وهي مترشحه للرئاسه هو ده كان طموحها، ان احنا بنكسر الثلج، ان ما ينفعش يجي الامريكا الا رئيس راجل. فيبقى حتى في اعتى بلاد العالم في الديمقراطيه لسه التمييز ممكن يكون موجود، ولسه النظره دي، لان انا بحكي لك عن نظره هي ست وصلت ان هي كانت مرشحه للرئاسه بعنف. فيبقى حتى احساس التمييز وهي وصلت للمنصب ده احساس التمييز عندها واصل جدا، ان هي شايفه ان هي كان نفسها تفتح الباب للبنات والستات الامريكان ان هم في يوم من الايام يحطوا جوه سقف طموحهم ان هم ممكن في يوم من الايام. طب هو الملف ده بيتطور ولا ما بيتطورش؟ يعني احنا دلوقتي بنتكلم انه من 2000 سنه 2000 بيجي يوم 25 نوفمبر علينا، بنقعد 16 يوم بنحتفل، ودي كده بقى لنا 16 سنه. تمام كده، احنا في السنه 16. في السنه 16 احنا هم 16 يوم بيبداوا من يوم 25/11، ده اللي هو كان يوم الجمعه اللي فاتت اللي هو اليوم العالمي لمكافحه العنف ضد المراه، وبينهوا يوم 10 ديسمبر اللي هو اليوم العالمي لحقوق الانسان. طيب المفروض ان هل ده بيتطور في صالح الست؟ يعني احنا بقى لنا 16 سنه كل سنه بنتكلم عن هذا الملف وبنوعي باهميته وبنوعي الناس، ويا جماعه والعنف ليه اشكال وليه الوان والست ليها حقوق. في بلدنا وعلى مستوى العالم الملف ده بيتطور للاحسن ولا للاسوء ولا واقف مكانه؟ في حاجات اتحسننا فيها. يعني خليني اقول لك حاجه زي الختان مثلا. هو صحيح في بنت ماتت في السويس كان اسمها ميار، صحيح، بس ظهر قانون حول جريمه الختان من جنحه لجنايه، فده تطور. يعني قانون زي ده لما يطلع هيحد تماما من ظاهره الختان، وحتى التحرش ابتدينا ان احنا نحس ان الظاهره بتقل. يعني في حاجات هتتحسن زي ان شاء الله بعد ما طلع قانون الختان ده هيحسن كتير، بس في حاجات هتظل فيها المشكله انك ما قفلتيش بس في قراءات تانية للقانون ده دكتور. يعني في قراءات بتقول لك انه القانون ده هيغلظ العقوبه بس هيخوف الناس اكتر، ويخلي حتى الاب اللي كان لما بيبلغ هو معفي من العقوبه لتشجيعه على التبليغ بهذه الجريمه، ده هيخليه حتى ما يقدرش يبلغ. يعني الفكره هنا عندي مش في القانون، عظيم ان يبقى عندي قانون وعظيم ان يبقى عندي تجريم وعقوبه، لكن الاعظم هو ان الثقافه تتغير. لانه انت عارف واكيد انت سيد العارفين ان النوع ده بالذات من الجرائم اللي هو تشويه الاعضاء التناسليه للاناث، لو واحده فقدت حياتها في 100 واحده بتختن ومحدش يعرف عنها حاجه وحياتها بتقضي عليها يعني من غير ولا حس ولا خبر. دي حقيقه. هو احنا محتاجين الحاجتين، محتاجين تنفيذ القانون ومحتاجين التوعيه. بس يمكن ميزه تغليظ العقوبه ان حتى هيخوف الدكتور اللي كان بيعمل ظاهره تطبيب الختان. هي مشكلتنا في الختان في مصر ايه؟ ان اللي بيعمل الختان هم الاطباء نفسهم.
فأنا لما غلظت الحكومة بقت العقوبة ما بقتش فيها غرامة. يعني زمان كان العقوبة يا حبس أو غرامة، يعني ممكن دكتور يعمل ختان والبنت يحصل لها مشكلة وتموت وتبقى غرامة 3000 جنيه. احنا هنا شلنا بند الغرامة، فبقت العقوبة بقت حبس، فده يخوف ويبعد الدكاترة ان هو يعمل عملية ختان. في الآخر هو يستفيد ايه من الختان؟ من عملية مش هيجيله منها الا فلوس قليلة. فأنا هبدأ أخلي الدكاترة نفسهم يخافوا من عملية الختان. فيمكن القانون لا مفيد جدا، بس هو الأساس بتشتغل على الناس من هم صغيرين. بس يمكن اللي مش هيتحسن عندنا ومحتاجين نشتغل عليه جامد الحالة الاقتصادية، ليها علاقة مباشرة زي ما حكيت لك القصة اللي أنا بحكيها لك. تخيلي معايا الأسرة اللي فيها 7 أولاد وبنات، اللي الأب ساب الأسرة، الأولاد والبنات خرجوا من التعليم، دلوقتي البنت اللي خرجت من التعليم أكيد أمها هتحاول تجوزها وهي عندها 12-13 سنة، يبقى دي بنت شافت خرجت من المدرسة، يعني قضيتي على طموحها إن هي في يوم من الأيام تبقى دكتورة، مهندسة، مذيعة، ممثلة، قضيتي على طموحها إن هي تبقى أي حاجة مهمة في المجتمع، وهتتجوز، هتتجوز وهي عندها 13 سنة، هتولد لك 5-6-7، هتولد لك عدد كبير جدا. وخلي بالك القضايا كلها مربطة على بعض، يعني إيه؟ البنت اللي عندها 13 سنة وتتجوز هي دي اللي هتجيب لك 6 و7 و8 أطفال. ويزال ان دي مشكلتنا الاساسيه في مصر، هي دي قضيه امن قومي، الزياده السكانيه. انت عارفه ان احنا في السنه بنزيد كام واحد؟ 2 مليون نسمه. يعني عارفه عدد سكان قطر كلهم على بعض كام؟ 2 مليون نسمه. يعني احنا كل سنه بتولدي دوله قد قطر. يعني تخيلي دوله بامكانيات. الناس بتتاثر بقى يا دكتور، يعني الناس بتتاثر بالحملات دي وبال، وان كان في فيديو بيتعمل، ان كانت في غنوه بتتعمل، ان الناس ده بيأثر فيها؟ بيأثر في الناس، بس لازم اساسا المشكله تحليها. جزء منه الفقر، لما المستوى الاقتصادي ويتم تمكين اقتصادي للمراه، لما ان الست ما تخلفش 7 عيال، لما ما بيبقاش في حاجه تسمح ان جوزها يخلع بالطريقه الغريبه دي. انا قلت لك ما تخلي واحده خلع منها جوزها وراح اتجوز واحده ثانيه وساب الست بعيالها، فالعيال الست اضطرت ان هي تخرج العيال من المدرسه. يعني اللي هيحل اساس المشكله، جميل الناس ممكن تشوف الفيديو وتتفاعل معاه ويتفاعل معانا في الحمله ونتكلم معاهم، بس اساس المشكله هو الفقر، هو الجهل والثقافه. يا دكتور الجهل. في ناس فقراء، في ناس فقراء بس عايزين يتطوروا وعايزين يعرفوا وعايزين يتعلموا وبذرتهم صح. يعني الام اللي ربت صح وربت على قد ما قدرت. صح، انا بقول لك الاساس هي البذره. الانسان الجيد مش هيتحول لسيء، بينما السيء هيتحول الى الأسوأ. يعني اللي سيء من الاول مش هيتحول للاحسن، السيء هيتحول لأسوأ، بينما الكويس من الاول هيكمل كويس. يمكن الحاجه بس المحزنه دايما ان لو في، كان دراسه كانت لسه معموله وطلعت السنه دي عن التمييز والمساواه بين الجنسين، كان عن الدول، مصر كانت طالعه في اخر 10 دول، يعني البحث ده كان 150 دوله، مصر كانت في ذيل القائمه في اخر 10 دول، وكان كل الدول اللي ورانا مش عارف اليمن وبلاد اقل بكتير كمان. فدايما دي من الحاجات اللي بتقلل تصنيفنا، يعني صوتي تماما ان من الحاجات اللي بتوقع تصنيفك في البلد وضع المراه عندك ايه؟ هو ده اللي بيحط تصنيف البلد مكانه عاليه ولا مكانه واطيه في كل التصنيفات؟ هل يا ترى الست واخده حقوقها واخده مراكز قياديه في البلد ولا لا؟ نسبه تعليم البنات، هل يا ترى ان هي بتقدر توصل نسبه السيدات في المراكز القياديه؟ هو ده اللي بيحط لك تصنيف البلد ان كان عالي ولا واطي. تمام يا دكتور، تمام. احنا اكيد هيكون لينا كلام كتير قبل ما ال 16 يوم يخلصوا. حقيقي ان احنا المفروض نفضل نتكلم في هذا الملف طول الوقت، طول السنه. يعني لانه ملف غايه في الاهميه، زي ما حضرتك كنت تقول كده انه احنا طول الوقت بنقول ان الست نص المجتمع، لكن الحقيقه هي كل المجتمع، لان لو هي عدديا نص المجتمع فهي بتربي النص الثاني. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو حسن، مؤسس مبادره انت الاهم وليها فعاليات كبيره في 16 يوم دول اللي هم لمناهضه العنف ضد المراه. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. حقيقي ان انا كنت عايزه اسمع تجربتكم مع هذا الملف، ان كان في ست تعرضت بالفعل لهذا العنف، كان بقى من الزوج، ان كان بقى من الاب، ان كان بقى من الاخ، ان كان من رئيس في العمل، اللي لسه بتتواجه هذا العنف، عايز اسمعها اللي قدرت تتخطى هذه المرحله الصعبه في حياتها، تقول لنا تخطتها ازاي؟ يعني قدرت تنتصر عليها ازاي وبتوعي كمان الستات اللي حواليها ازاي؟ عايز اسمعكم. إن كان دلوقتي أو إن كان فقرتنا الجاية أو إن كان حتى طول الحلقة النهاردة، عايزة أسمع ستات الحسن، لأنه حكاوي كل من لحمة ودم هي أصل الموضوع في الحديث عن مناهضة العنف ضد المرأة. معرفش إذا كان معاكم تليفونات دلوقتي يا شباب ولا طب يلا مين؟
يا استاذ عبد المنعم ازيك؟ ازاي صحتك؟ ازاي حضرتك عامل ايه؟ والله الشاشة والله الله يخليك الله يكرمك. ربنا يكرمك. بقول لحضرتك هو فعلا الست بتنهان، الست كل المجتمع مش نص المجتمع. لان الست دلوقتي لو سوق جوزها سابها هي بتضطر تطلع العيال من المدارس، العيال بتسوله في الشوارع او بتشغله. فهو ده المجتمع اللي بيطلع فاسد. فاحنا لازم نشوف قانون للمسائل دي. المسائل اللي الزوج بيسيب زوجته دي لازم يتعاقب. لازم يبقى في قانون. ما تبقاش فوضى كده. يعني هو اللي بيطلع لنا الارهابيين دول بيطلعوا منين؟ ما هم العيال متسولين. صحيح. صحيح، هي دايره موصله لبعضها. يعني هي دايره مقفوله على بعضها، موضوع بيودي الموضوع وكارثه بتودي لكارثه اكبر حقيقي. يعني انت شايف انه احنا محتاجين قانون يعاقب كل رب اسره بيترك اسرته فبالتالي بيشرد مراته مراته بيشرد عياله. طبعا انا شفت برضو على الشاشه ذاك النهار من يوم كام يوم واحد بيضرب زوجته وهي بتصالحه عشان تدينه يعني تاخد عيالها تربيهم. ده في حاجه في الدراما او في سينما يعني؟ لا 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 لا، ده كان على الشاشه بس انا مش عايز اقول مين اللي جابه. هو في كده؟ يعني انت شايف انه الراجل اللي حرق بنته وضهرها. طيب يعني انت كمان شايف انه جنب القانون شايف انه النماذج السلبيه اللي بنعرضها دي بتاثر على الناس برضه سلبا، يعني ما بتوعيهمش قد ما هي ساعات بتخليهم يشوفوا النماذج دي ويتبنوها. طبعا طبعا، ده انا عندي هنا في اسكندريه مناطق مش هقول اسمها، العيال بتنام تحت السرير. هو في كده؟ بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ عبد المنعم. يا كريمان. الو كريمان ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. انا تابعتك وسمعتك. اتفضلي. فقلت اشارك معاكي. قولي بس انت يعني معلش لسه بس متابعاكي حالا، هو عن العنف ضد المراه ولا في حاجه معينه؟ احنا بنتكلم عن ان احنا عندنا 16 يوم يا كريمان، من يوم 25 نوفمبر لحد يوم 10 ديسمبر. العالم كله المفروض انه بيتكلم عن هذا الملف وبيناهض بيقف قدام العنف ضد المراه. معرفش انت شايفه الوضع للستات بيتحسن اكتر؟ الست قادره تتكلم دلوقتي ولا لسه واقفه محلك سر؟ محتاجين ايه علشان في عقوبه واضحه للراجل اللي بيعامل الست بعنف واشكال العنف مختلفه؟ يعني مش شرط تبقى ضرب، لكن ممكن يبقى عنف معنوي، ممكن يبقى اضطهاد ليها، ممكن يبقى تمييز سلبي ضدها. لا شوفي، انا شايفه طبعا ان المراه هي يعني وضعت اقدامها على فعلا اول درجه في السلم ان هي تبدا تتكلم وتاخد وضعها الاجتماعي يعني داخل مصر، هنتكلم عن مصر بلدنا. لكن انا شايفه انه في يعني مثلا انا كنت واحده من الناس امبارح نازله مثلا عندي كشف دكتور او ايا كان او اي مشوار، فانا طب انا ركبت مع تاكسي انا ووالدي. هو ما فيش عنف ولا حاجه، بس انا ذنبي ايه ان انا اكون امبارح في مشكله في مصر او انا ساكنه في مدينه نصر ايا كان معروف كان ايه هي امبارح؟ يعني كان في حاله العزاء اللي هي كانت خاصه بالسيد الرئيس، لكن الدنيا كانت مقلوبه هنا، فكانت كل الناس في حاله تذمر. لكن سائق التاكسي، انا ذنبي ايه ان انا اكون قاعده انت تسمعني كلام انا مش عايزه اسمعه؟ فانا كنت عايزه اتعامل مع هذا الشخص ولانه كان راجل كبير، كنت عاوزه اقول له من فضلك ما تحاولش تاذي وداني، ما تحاولش تضايقني حتى لو كان معايا والدي او ايا كان، انا راكبه معاك في التاكسي، ما تتكلمش في اي موضوع وتخرج عن اي حوار غير انك توصلني المشوار. ما قلتيلوش كده ليه؟ لا انا ما كنتش قادره اتكلم، انا نازله امبارح في حاله والله سيئه يعني تعبانه وتاخرنا جدا عن الدكتور. فكمان اللي بلتمسه، لو انتوا برضو مش عايزين عنف ضد المراه او ايا كان، ارجوكم لما يبقى في مناسبات او في اي حاجه تخص الدوله وبالتحديد، لان احنا الايام دي الناس انا مش عايز اقول لكم هم كانوا بيقولوا ايه، مش هقدر انطق لان لا يليق ان انا اقول، لكن احنا ممكن نتجنب شويه عن يعني المناطق السكنيه شويه، نبعد شويه لو في مناسبات افراح في مناسبات. طيب انت بتكلمينا في موضوع تاني خالص. لا ما هو انا وصلت لدرجه عنف من كده، ما انا كنت بواجه عنف في الشارع امبارح من برضو في عويل في سريل في ناس بتتذمر. طيب خلينا نتكلم المرأة عامة. أيوة أنا عايزة دلوقتي لما أكون. أنت لو تعرضتي للعنف تعملي إيه؟ لما أتعرض للعنف هو ده اللي أنا كنت عاوزة أتصرف فيه إمبارح، أنا عايزة حد يديني بقى اللي هو زي ما بيقولوا إيه كارت بلانش، أو يديني حق إن أنا لما أكون ماشية من فضلك أوقف ده عند حده، ما تكلمنيش كده، أوعى تكلمني كده في الشارع، في شغلي، في أي مكان. هل المرأة يصلح ليها إن يكون ليها
مش عارفه هو ماشي القانون، بس انا عبالا ما اخد وقت واعمل بلاغ في ده او في ده. طيب يعني انت بتقولي اليات تطبيق القانون لازم تبقى اسهل واسرع. اه بسرعه عشان ما يبقاش عندي قانون انا مكسله استخدمه. واضح. أيوة. بشكرك يا كريمان، شكرا جزيلا. يا استاذه رجاء. ايوه استاذه شريهان، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازاي حضرتك؟ قوليلي. اولا انا بحييك على الملف اللي فتحتيه جدا. شكرك. وبحيي الدكتور عمرو. ايوه اقفلي التلفزيون واسمعيني من التليفون. عايزه اقول لحضرتك اتفضلي، العنف ضد المرأة مش في البيت بس. اه لا ده اصبح كمان في الشارع يا استاذة شريهان. يعني استاذة رجاء اسمعيني اسمعيني من التليفون، اسمعيني من التليفون عشان نسمع بعض اسهل. بس كده كويس؟ سامعاني كده؟ اتفضلي. ازاي؟ ازاي؟ كلميني عن تجربتك يعني الشخصية مثلا، أو شفتي حاجة قدام عينيك؟ لا أنا مواقف شفتها بعيني، يعني السيدات مثلا خارجة في الشارع، أو زميلة ليا مهندسة كانت خارجة مأمورية الصبح الساعة 7 صباحا في المكان اللي هي خارجة منه، اتعرضت لأشد أنواع العنف يا أستاذة شريهان من بلطجي شمام أو واخد برشام الله أعلم. جرحها وقطع ايديها على اساس عايز ياخد شنطتها او يخطفها. يعني اصبح العنف مش في البيوت، لا ده العنف اصبح ضد المراه وضد البنت في الشارع. طب هي عملت ايه؟ عملت ايه؟ قدام المدرسه طبعا صرخت ولما لقى الناس هتيجي او هيمسكوه سابها وجري، بس بعد ما شرف ايديها طبعا ووشها بآله حاده كانت في ايده. ما بلغتش، ما عملتش محضر، ما راحتش الاسم، ما يعني عم لا يعني بصي اغلب الحوادث اللي بتبقى زي كده بيبقى فيها انها بتخشى طبعا على سمعتها اهلها واولادها انها هتروح تشتكي في الاسم. المفروض يبقى في تواجد امني في الشارع اكتر من كده. انا بشكرك يعني. بشكرك يا استاذه رجاء، بشكرك شكرا جزيلا. معايا تليفونات كتير، ناس كتير. طب انا بس ممكن ناخد التليفونات دي واحنا في اخر فقره، احنا معناش ضيف او ضيفه في فقره المطبخ، نكمل كلام في هذا الموضوع لانه عايزه اروح بقى للفقره الثانيه، الجزء الثاني. زي ما كنت بقول انا بقى اقدر اعمل غنوه مؤثره جدا، اقدر اعمل كلاب مؤثر جدا، واقدر اعمل حاجه سلبيه جدا. الجزء الثاني بقى من حلقتنا وفقرتنا معانا ما هو ايجابي. الساعات العمل الفني او الغنوه اللي تقدر تختصر لك مسافات، اللي تقدر توصل رساله قويه جدا، اللي تقدر تتكلم عن نموذج وتقول للناس ازاي الست قدرت تتخطى العنف ضدها باشكاله المختلفه وتوصل نموذج محترم. زي ما بقول لكم احنا عندنا دلوقتي الحديث عن ازاي اوعي الناس، ازاي اغير ثقافه الناس، مش بس المستوى الاقتصادي لكن كمان ده، يعني ازاي التربيه والوعي بحاجات كتير قوي تقدر تغير ثقافه الناس، وبعيدا عن الندوات وبعيدا عن المؤسسات سواء كانت حكوميه او غير حكوميه، وبعيدا عن الشكل التقليدي للتوعيه. النهارده هنتكلم عن واحده من الاشكال اللي بتاثر جدا في الناس بالمناسبه، وهي الغنوه. اغنيه حقيقي انها حققت نجاح كبير جدا في 24 ساعة أول ما ظهرت يوم 25 نوفمبر الجمعة اللي فاتت، شافها مليون مواطن. النهاردة وصل هذا الرقم ل 2.5 مليون مشاهدة. الغنوة دي حكت حكاية، والحكاية دي مستوحاة من واقع المجتمع، حدوتة عن الظروف الصعبة. وهنا بقى الفكرة في الغنوة، الظروف الصعبة للشباب كلهم، وصعبة على الشباب وصعبة بزيادة شوية على البنات. وحكيت الحكاية، وحكيت حكاية البنت صاحبة هذه الغنوة، والحكاية دي هتلاقوها في بيوت كتير جدا جدا عندنا شبهها، وكان عندنا في البرنامج ده شبهها كتير كمان، لهذه البنت اللي بتقرر انها تخش مجال صعب وتشتغل في مجال صعب، مجال الهندسة، لكنها بتواجه برفض من كل المجتمع. كان عندنا النموذج ده يمكن من أسبوعين. الحدوته المره دي حدوته في غنوه لبنوته اشتغلت وساعدت ووجهت كتير جدا، وكانت مسؤوله عن اخواتها، وكانت مسؤوله عن حاجات كتير جدا جدا جدا. كليب حلو، غنوه حلوه،
فكرة محترمة، قدرت توصل رسالة مهمة جدا جدا لكثير من الناس، ناس كتير شافوها زي ما بقول لحضراتكم. الفن بيلعب دوره، الفن المحترم والراقي بيلعب دوره، هينورنا ويشرفنا. ذهب ثروت صاحب هذه الجنوة، الرابر الشهير أو مغني الراب، هيكلمنا عن هذه الجنوة وهذه الفكرة اللي أنتجها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة بمناسبة حملة ال 16 يوم اللي بقالها 16 سنة وإحنا في 2016. يا ترى الرقم ده هيبقى بيضيف حاجة مختلفة لهذه الحملة. الجديد كمان في الغنوة دي يا جماعة اللي عاملها ده بثروت، إنه معاه كمان أمينة خليل طبعا، ولأول مرة أمينة خليل اللي دايما هي فنانة معروفة ومشهورة بتطل علينا بصوتها المرة دي، يعني كمغنية وبتشارك في هذا العمل الفني المحترم اللي بيدعم الست. الغريب كمان زي ما بقول لحضراتكم انه الجنوة دي عاملها راجل بيدعم فيها حقوق المرأة، حاجة محترمة، الغنوة محترمة، فن محترم. الراب دايما كان الناس بتشوفه بيقول لك ايه اصل الراب ده يعني ايه، بيستخدم الفاظ شوية خارجة، بيستخدم بقى بيروح لقضايا شوية مختلفة. النهاردة بنشوف الراب بيعمل حاجة مختلفة، بيعمل حاجة راقية، وبيعمل بيستخدم كلمات محترمة، وبيتكلم في قضايا محترمة بدعم من مؤسسات بتستخدم وسائل مختلفة. يعني احنا دلوقتي مش بنستخدم الوسائل الكلاسيكية للتوعية، لكن وسيلة مختلفة، فكر برا الصندوق. 2.5 مليون مشاهدة، ده رقم لازم نقف عنده، ودي غنوة لازم نتكلم فيها كتير. بعد هذا الفاصل نستقبل زاب ثروت صاحب هذه الغنوة، وكلام كتير مع زاب، وكلام كتير مع زاب عن الغنوة وعن حاجات تانية كمان، عن مؤلفاته وعن كتبه اللي كتير من الناس قالوا ان هي كانت كمان شيقة جدا وفي اقبال كبير من البنات عليها، على مؤلفات زاب ثروت. نشوف هذا التقرير وبعد التقرير نروح الفاصل ونستقبل زاب ثروت ونتكلم كتير عن هذه الغنوة وهنعرضها طبعا اكيد لحضراتكم. يشرفنا السنة دي ان بيخرج هذا الاحتفال من أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة أحلام يونس. الفكرة فكرة تنويرية، البروتوكول انا اعتقد ان من اهم البروتوكولات اللي يعني انضم ليها المجلس القومي للمرأة، هو ان مع الأكاديمية للعمل في الفنون. الفنون هي بريق امل للتقدم، بريق امل لسلام اجتماعي، بريق امل للقضاء على فكر ممكن بيرجع بلادنا للخلف. المعرض النهارده كوني، هو كوني لكل سيده مصريه، كوني قويه، كوني صابره، كوني صامده، كوني متفتحه، كوني متنوره، كوني متحمله. المراه المصريه هي اكثر من يتحمل في هذه الفتره. الاكاديميه اول مره تعمل بروتوكول مع المجلس القومي للمراه، والمجلس القومي للمرأة برضو أول مرة يعمل بروتوكول بره كده، يعني بين مؤسستين كبار جدا. وابتدينا النهاردة أول مرة نعمل المبادرة بتاعة المسابقة، أو الحقيقة هي أول مرة مجلس القومي للمرأة يستخدم الفن في حل مشكلاته أو في التعبير عن مشكلاته أو القضايا بتاعته. إحنا بنقدم كل حاجة لمجلس قومي للمرأة، يعني هو ده البروتوكول، يعني هما أي حاجة بيطلبوها إحنا تحت أمرهم. يعني عايزين المعرض بتاعنا، ده المعرض بتاع أكاديمية الفنون، يعني قاعة مختار عبد الجوال. عندنا مثلا عايزين مسارح، إحنا عندنا أكتر من مسرح. دكتورة مية أول مرة، أول واحدة تعمل كده، إنها تبتدي بقى تحل القضايا بالفن اللي هو بيدوب اي حاجه، او زي ما بتاخديه بمعلقه كده بسيطه، القضيه الثقيله قوي اللي انت مش عارفه تفكيها دي بتحليها بالفن، فبتبداي تفهمي جوانبها كلها وسقفها وتحتها وكل حاجه. اللوحه دي بتعبر عن مأساة المرأه، ان هي ازاي مش قادره تشوف شكلها في المرايه من اللي بيحصل لها في المجتمع بتاعنا.
فبنحاول ان هي بتشوف عكس نفسها، مش بتشوفها هي. العمل بتاعي باختصار انا بقول ان المراه زي الزهره بالظبط، كائن رقيق جدا. الزهره زي ما نقطه الميه ممكن تقضي عليها ممكن تحييها، المراه برضو كذلك، ممكن الكلمه الحلوه كمان بتاثر فيها. في العمل انا موضحه ان في كائن غريب متوحش، تمام، ده ظاهر، والمرأة متماسكة فيه أو بتتغلب عليه أو منقضة عليه. حلو ده، وحلو التويست ده، يعني كنت في حتة ولقيت نفسك في حتة تانية. وحقيقي انه من كتر ما في ناس كتير وفي ستات كتير فهمت موضوع حقوق المراه ده غلط، والترجمه كانت غلط على انه عداوه للرجل او افتراء عليه او تقليل منه، فبقى ناس كتير وشباب كتير من دول اول ما تيجي تقول لهم اصل العنف ضد المراه، اصل حقوق المراه، يقول لك اهلا، هو انت منهم؟ انت بقى من بتوع الفيمينست والجو ده وجمعيه المراه المتوحشه؟ وحقيقي انه الفكره تحولت من الحديث عن حقوق وواجبات وقوانين ومجتمع أرقى ومجتمع أحسن وفكرة نبيلة جدا ومهمة جدا زي ما بقول لكم كده، حولت الفكرة أو من الحاجات اللي بقت إيه زي الترياقة عليها والهري عليها بقى كتير، وبقت فكرة مستفزة لكتير كمان من الرجالة. فلما تلاقي حاجة بتدافع عن الست وعن هذا الكيان المحترم الراقي بطريقة راقية، وتلاقي الرجالة متحمسين وستات متحمسين، وتلاقيها منتشرة وحققت 2.5 مليون مشاهدة، احنا بنتكلم وفيها تويست حلو كده يعني ملعوبة. فالحاجة الحلوة دي تستحق التحية وتستحق ان احنا نعرضها والناس كلها تشوفها ونتكلم عنها. وهذه الجنوة المحترمة اللي تستخدم فن الراب، اللي احنا طول الوقت خلي بالكوا الراب ده محطوط برضو في حتة كده يعني الى حد كبير سيئة السمعة. احنا بنشوف الراب دلوقتي بيوصل رسائل وبيوعي الناس وبيتكلم وبيجيب نجمة زي أمينة خليل وبيتكلم عن قضية محترمة كلنا لازم نتكلم عنها وكلنا لازم نفهمها. معانا الفنان الجميل زاب ثروت صاحب هذه الفكرة. ازيك يا زاب؟ ازيك؟ مبروك. الله يبارك فيكي. جنوة حلوة بجد. الحمد وملعوبة كده، عارف؟ فيها تويست حلو. بجد معرفش دي كانت فكرتك ولا ايه؟ هي الأغنية فكرتي. كنت قاعد في، كان عندنا كونسرت في حفلة في جامعة القاهرة. حفلة كانت حلوة قوي، كانت برعاية الأمم المتحدة المرأة والمجلس القومي. والحفلة كانت حلوة وعملت صدى وكان فيها حوالي 5000. وبعد كده فقعدنا نتكلم على بس فكره ان ليه بعد الحفله كده اتكلمنا شويه صغيرين، ليه الناس بتستصعب لو احنا عايزين نعمل مثلا مؤتمر او حفله او اي حاجه عن حقوق تحديدا المراه او اي حد، بلاش نتكلم في الحاجات الثانيه، عن المراه الناس بتاخدها بالطريقه اللي انت قلتيها. وعجبني قوي ان انت قلتي كده، اللي هو ايه، يو كان لو حد هيتكلم عن حق حد فهو هياخد من حقي حاجه. فده اللي فتح موضوع ان احنا نفكر في 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 اللي هو الجندر كواليتي، المساواه ما بين الراجل والست، اللي هي برضو الناس بتاخدها بطريقه مهينه، ليه نتساوى ليه ما نتساواش وبتاع، مع ان انا مقتنع جدا ان ربنا سبحانه وتعالى عدل، وربنا سبحانه وتعالى ما دام هيحاسبنا زي بعض وكلنا هنقف قدامه زي بعض يبقى احنا في الدنيا نتحاسب زي بعض وناخد نفس الحقوق وناخد نفس الواجبات. طبعا باختلاف نوع الشغل وباختلاف الظروف وباختلاف الحاجات دي كلها الدنيا بتمشي، مش كل حاجه تيبيكال بالظبط الراجل يعمل كل حاجه الست والعكس، بس لا، المجالات القليله قوي اللي ممكن ما يبقاش فيها دور للراجل او للست هي يعني اللي هيقعد يدور عليها هيتعب قبل ما يلاقي. دي قناعاتك يعني، انت كنت بتحكي لي بتقول لي ايه، دي قناعات يعني، انا بقدر الست جدا وحكيت لي عن نماذج الستات في حياتك. انا بالنسبه لي امي واختي وجدتي حاجه كبيره قوي في حياتي قوي يعني، واختي لما خلفت بنت ورد، خلفت ليلى. فرحته لما خلفت بنت طبعا سعاده، انت طبعًا. على فكره لسه الفكره دي موجوده يعني، ما وراكش ان احنا تطورنا. لا وكان اجتماع وهنسميها ايه، كاننا كلنا مشاركين بقى. لا انت قلت لي كمان ان ماما بالرغم انها بست موظفه، الفن يمكن مش اهتماماتها، بالذات الراب كمان احنا بنتكلم عن الراب، لكن بتهتم جدا لما انت تقعد تسمعها.
ده من زمان، اول لما بدات خالص مثلا لما كان عندي 22 سنه 23 سنه، كانت لسه ما فيش حد من صحابي، ما اعرفش حد في المزيكا اصلا. واصحابي كلهم ممكن ما يبقوش ايه يعني مهتمين قوي بتاع، بس كانوا هما كانوا بيدعموني جدا. فكان اول حد، الفكره دايما بتيجي الواحد هو بيكتب في البيت، فكان اول حد بسمعه كنا زمان بنجيب المزيكا من على الانترنت، نجيب بيت من على الانترنت، فكنت بسمع مامتي، فكانت بتهتم جدا وتقعد تسمع وتبقى قاعده بتهزم مخها كده فاللي هو ايه ده يا حاجه مالك انت مندمجه قوي مع المزيكا ومبسوطه يعني. فهي خطيره من زمان، تقعد تكلمني في طب انت عايز تعمل دي ليه، طب هتناقش هتتكلم عن ايه. وتربيت من وانا صغير بطريقه مش زي الافلام بقى، اللي هو بص يا ابني الست دي في حياتك. ابويا ما كانش بيقعد يعمل معايا اللقطات دي، اللي هو يقعد يكلمني بطريقه دراميه ويقول لي دور الست ايه. هي كانت بتيجي من طريقه تعامله، انا بشوفه بيتعامل ازاي، بشوفه انا بابايا بيشتغل في السياحه فكان على طول مسافر. لما كان بيرجع كان بيبقى عايز يعمل كل حاجه في البيت. ليه؟ لانه شايف ان امي على طول تعبانه وشايله البيت كله وهو مسافر، فهو لازم يقدرها ان هو يعمل كل حاجه ممكنه ممكن يعملها. اقول له انت بتعمل كده ليه؟ يقول لي وليه ما عملش كده؟ كان ده رده على طول. ما هي بتعمل كده طول السنه. هي كان بيعمل ايه زاد اي حاجه يعني، مثلا ايه مثلا اروح من المدرسه الاقي مثلا هو اللي هيعمل لنا الغدا النهارده، فقول له بابا بتعمله ليه؟ ما هو ممكن تعمله يعني. فقال لي لا، طب ما هي ترجع تستريح، لان هي تستحق ان هي تستريح، دي هي تعبانه على طول الوقت. فالجمل دي هي اللي فرقت معايا. صحيح. لما في مره وانا صغير، انا فاكر كنت خانقت مع اختي وبتاع وكده عادي اخوات وكنت صغير، وقال لي تعالى ننزل نجيب حاجه. نزلنا اتمشينا كده جبنا حاجه، واحنا راجعين قاعد يقول لي انت اللي باقي لاختك وهي اللي باقيه لك، كلام بسيط قوي كده، ولو انت ما شلتهاش مين اللي هيشيلها، فانتوا عادي تتخانقوا مع بعض بس مش عارف ايه. كبرت بقى، اختي دي هي اللي جابت لي الساوند كارد اللي انا ركبته في الكمبيوتر وبقيت بسجل، وهي اللي اشتريت لي المايك هديه، علشان هي عايزاني اعمل كده وعايزاني اطلع اللي جوايا، الطاقه اللي جوايا. قلت لهم انا عايز اسيب هندسه مش عايز اكمل وبتاع، حصل شويه خلافات بس في النهايه لو انت شايف ان ده صح هو ده اللي انت عايز تعمله اعمله. فكانت والدي ربنا يديله الصحه وامي واختي هم اللي كانوا وهم مش قاصدين خالص ان هم يدوني دروس ويعلموني قيمه الاسره وقيمه التقدير ما بين الاسره. شفت ده، عمري ما شفت امي بتقول مثلا تبقى متعصبه مثلا من حاجه وتروح قايله حاجه على والدي هو مش موجود. عمري ما شفت ابويا بيكلم امي بطريقه وحشه الحمد لله عمري. فعرفت لا، ده في حاجه اسمها احترام، في حاجه اسمها اخلاق، في حاجه اسمها ادب بطريقه غير مباشره خالص. انا بجد اهلي عمرهم ما قالوا لي يعني، في الحاجات اللي هي ايه ده حرام وده حلال والحاجات دي، بس ما كانوش بيقعدوا يقولوا كده كتير، هو كانوا بيعيشوا قدامي. مش كلاسيكيين، هم عايشين وانت بتتفرج عليهم فبتتعلم اللي هم بيعملوه. ولما جدتي هي مامتي كنت بموت فيها يعني، ربنا يرحمها، كانت وهي تعبانه في اخر ايامها كانت لما تيجي تقول ولادي انا عايش في ولادي كانت بتقول اسم بابا، يعني تقول ولادها وتقول اسم بابا. ابنها كان يجي من السفر يروح يزورها بعد كده يرجع البيت يشوفنا احنا، يروح يزورها هو الاول. فانا طلعت بشوف حاجات عكس اللي بشوفها في الافلام، الحما دي متعبه وبتاع، وكان يقعد يقول لي جدتك دي بالذات لما كانت تعبانه كان جاي من يبقى قاعد جنبي يقول لي جدتك دي لازم تدعي لها ولازم ولازم ولازم، يقول لي انت ما تعرفش دي وقفت جنبي ازاي. الله، انت ما تعرفش دي بميت راجل، وهي اللي ربت خلانك وربت مامتك بعد، لان جدي توفى وهم صغيرين خالص، قالت لي بميت راجل وكانت بتقف معايا وكذا وكذا وكذا. والعكس الاقي تيت الله يرحمها كانت تتكلم عليه تقول لي ده حبيبي ده ما فيش زيه، ده هو اللي على طول بيسال عليا، ده هو اللي مش عارف ايه. فهي دي ست الله من دون بقى الدراما اللي هي بتاعت ال دورها، ونقعد نخش في الحاجات اللي بتضايق الناس اللي هي اصلا ما ينفعش تضايق حد، بس هي دي ست الست بقى اللي بتقابلها بقى في الشغل. اللي بقت دلوقتي والدك وانت واختك. هي فاليو، هي قيمه، هي القيمه دي في الانسان عامه. لو تجردنا بقى هو راجل ولا ست، هي قيمه، انسان عنده اخلاق وبيشتغل وبيجتهد وبيعمل وبيعمل وبيعمل. في امثله كتير مشرفه جدا جدا في كل حته في الدنيا، مش هنقول مصر بس، وفي مصر وفي صعيد مصر وفي كل حته. يعني في اخر الكليب في بنت بتشتغل ميكانيكي في الصعيد، صحيح، واللي كان بيدعمها باباها، صحيح، وهو اللي نزلها الورشه وعلمها، مش هو اللي نزلها، اكبرها هي اللي قالت انا عايز اتعلم فبقى بيدعمها ومعاها.
احنا كان معانا هنا من اسبوعين بنوته قررت انها تشتغل كهربائي عربيات التريلا. يعني بصي التفاصيل. لا ودارسه لغه انجليزيه في كليه الاداب. ما شاء الله. وقالت لك انا مش عايز اشتغل مترجم، انا عايز اعمل حاجه جديده وعايز اتعلم حاجه جديده وعايز اقف جنب ابويا لان ابوها سواق تريلا. خطيره. ما هي كده هي خلاص هي خطيرة. هي خطيره ان هي في ايه؟ هي فكره الاختلاف، هي مشيت عكس التيار كله، عكس اللي بيقولوا. يعني الحكايه مش مرتبطه بالغنى والفقر؟ لا خالص خالص. بس هو ليه تاثير. ليه تاثير نسبيا في ايه؟ في اللي هو الطريق المضمون اللي بيتقال عليه مضمون، هو هتخلص كليه هتشتغل كذا. ان انت تطلع براه ممكن لو انت معاك حيز من الفلوس ولو حتى شويه انت محوشهم بيبقى عندك، طب انا هصرف منهم شويه لحد لما ايه هيبقوا سندني وانا بجرب اخش مجال جديد خالص. بتفرق. طبعا لو انت مستريح شويه ممكن يبقى عندك الحيز ده ممكن، بس مش هو السبب. ما ينفعش نقول ان الناس علشان فقيره فبتبقى اغنياء بيبقوا شطار او العكس الناس الاغنياء مش شطار. لا خالص خالص. بس ده عنده برضو تحديات تانية. ما هو التاني ده برضو اللي معاه فلوس هو مستنيين منه ان يبقى الدخل بتاعه قد كذا، مستنيين منه ان هو يمثل عيلته بطريقه الفلانيه لو قرر ان هو يعمل حاجه مختلفه. انت بتحط، ما هي نسبه وتناسب، بتحط اسم العيله في الطين. انت ازاي تروح تشتغل الشغلانه دي لو واحد مثلا عيلته كلهم مثلا مستثمرين ولا هو قرر ان هو عايز يفتح حاجه بتاعت اكل بسيطه صغيره عشان عايز هو ده هو يعني كل هو ده حلمه، هيبقى بالنسبه لهم ايه ده؟ هتروح تبيع اكل في الشقه كده. انت سبت كليه الهندسه؟ سبتها. انت شاطر بقى. في اخر سنه كنت جايب كام ثانويه عامه؟ انا كنت ثانويه عامه فاشل شويه عشان كنت بوست شويه في تانية. ما انا نقلت امريكان في ثالثه وبس بقى يعني عشان كهربوني في البيت. ملف المذاكره في كهرباء. 103% ايه جبت كام؟ 103. انت كده فاشل؟ بس ده في ثالثه بس. ده لما يعني احنا الحسبه بتاعت امريكا مختلفه شويه. بس كنت دخلت هندسه وسبت هندسه وسبتها في اخر سنه. يعني قعدت الاربع سنين؟ قعدت اربع سنين وكنت بنجح وكنت شاطر وبتاع. وفي السنه الخامسه سبتها؟ سبتها. لا انت بتتكلم جد؟ والله العظيم. يا قلبي. ما هو ايه؟ عملوا فيك ايه؟ يعني انا برضه بتكلم بقى ان اهلي بقى كانوا متفهمين والكلام الجميل ده كله، بس برضه الموضوع ما كانش منطقي. هو في منطق بقى، هو ما فيش منطق في اللي انا قلته. اعدادي هندسه وفكيت رحت حاجه تانية. يعني انت قعدت اربع سنين تدرس هندسه في سنه خمسه؟ اعدادي اولى ثانيه ثالثه ورابعه قلت لهم بقى هروح مشوار. قلت لهم ايه؟ قلت لهم ايه؟ هي رابعه جت في الوقت اللي انا ابتديت اركز فيه في المزيكا قوي، والرابعه دي فيها مشروع كبير يعني لازم، وانا كنت في كوميونيكيشن فهي صعبه لوحدها. فعشان هقعد مركز بقى السنه كلها فهسيب اللي انا نفسي اعمله اصلا اللي هو المزيكا. فكان في صراع بقى فقلت هاجل بقى وبعد كده فكل شويه تاجلي وتلاقي الموضوع ندها بتندهك الناحيه بيصعب بقى اكتر اللي هو مش عارف ترجع. يعني قريب كنت قاعد مع تامر هاشم من كايروكي درامر، وبيقعد لحد دلوقتي زلمني من الموضوع عارفه ايه بتاع سبع سنين مثلا. فقعد يقول لي يا ابني انا ساعتها قلت لك، انا عرفته في الفتره دي اللي انا قررت اسيب، يا ابني قلت لك خد الشهاده ده لما انت فضحنا كده كل ما ناخدك في حته يقولوا معاك ثانويه عامه. ما كملتش في حاجه ثانيه؟ ما كملتش بقى، قعدت بتهرج. لا والله ما بهرجش. وعملوا فيك ايه في البيت؟ ما يعني هو الموضوع كان صعب قوي في الاول بصراحه، يعني مش صعب بس ما كانش فيه خناق خالص. بس ليه يا ابني؟ يعني طب ما تذاكر ده مع ده. وانا كنت شايف ان هو انا هبقى مشتت خالص، انا عايز اركز في المزيكا بس، عايز اركز في الحاجه اللي انا عايز اعملها. وانت مش حاسس ان ناقصك حاجه دلوقتي؟ يعني مش حاسس انه لا انا عايز اكمل بقى في دراسه جامعيه ويبقى معايا شهاده والحاجات دي، ولا شايف ان المزيكا محقق لك استقرار نفسي كبير؟ انا هعمل ايه لما اكمل بالشهاده؟ ايه بقى اللي هعمله؟ انا هكسب ايه؟ انا عايز اعرف. يعني الناس بتقول لي انت مش حاسس ان انت ناقصك حاجه؟ ايوه ايه بقى اللي ناقصني؟ ما هو يعني هو انت ناقصك اسم، انت بتشتري اسم بس وخلاص. هو ده والله، هو ده اللي هيبقى ناقصك ان انت باشمهندس فلان. وهي سنه ممكن اروح اخدها عادي مش فارقه، اخر سنه دي ممكن تاجل مثلا 15 سنه عادي. فانت ناقصك اسم، وده عكس كل حاجه انت بتعملها اصلا، عكس كل حاجه عن نفسي اللي انا بعملها. ان انا اروح اقول اصلا في حد ذات فكره ان انت تطلع تقول انا عايز اشتغل في المزيكا، ده حاجه مختلفه بالنسبه للمجتمع. بعد كده تقول ان انا عايز اشتغل في الراب، انت جاي تهزر بقى. يعني اللي هو اصلا ما حدش بيسمعه، هتروح هتشتغل ايه ولا هتعمل ايه؟ فالموضوع اصلا من الاول فيه اختلاف جامد جدا. وانا موافق. والتحدي اللي بعد كده انك كمان تستخدم الراب مش بقى زي ما بنسمع الفاظ وحاجات كده فقعه لكن كمان تستخدم الراب بطريقه راقيه وتطرح موضوعات مهمه.
هو المزيكا اصلا انا بدات اعمل مزيكا ليه؟ انا ما كنتش من الناس، انا ما كنتش بكتب خالص وانا صغير، ما كنتش بسمع مزيكا بقى اللي هو مجنون بقى واروح اجيب السيديهات والكلام ده. اتلبست امتى؟ العفريت يعني هقول لك اتلبست امتى؟ انا كنت زمان مهتم باللاجئ، يعني كانت امنيه حياتي ان انا العب كوتشينه كويس، العب استيميشن كويس، واي واحد دخل هندسه وعارفين ان هو ده يا هندسه انت بتقعد تلعب كوتشينه في الفتره اللي انت ما بتذاكرش فيها. وبس فانا كنت يعني لما بشوف شباب صغير دلوقتي عندهم 19 سنه في شركه مثلا عندنا ولا في اي حته وتلاقيه خطير، يعني يقول لك اه ده انا عملت البروجكت ده من 3 سنين. من 3 سنين؟ ده انا 16 سنه دي ما كانش فيه طموح خالص عندي. الجيل الجديد مرعب ما شاء الله عليهم. صحيح. يعني تلاقيه عامل، يعني انا اعرف اثنين عندهم شركه دلوقتي بتاعه بوست برودكشن وهم اللي عاملين الايديتنج بتاع الفيديو، معظم الفيديوز اكبر واحد فيهم عنده 22 سنه والشركه شغاله بقى 3 سنين. دي حقيقه خطار يعني. صحيح. وفي ناس عندنا في الشركه خطار. فانا زمان ما كانش فيه الكلام ده كله، بس كان عندي مشكله ان انا ايه عايز احس ان في مزيكا بتتكلم عن اللي بيحصل او بتتكلم عن اي حاجه غير ان هي الناس بتحب في بعض. يعني كانت المزيكا معظمها في مصر كده فلان يعني انت بتجيب شريط، ده كان اهتمامك يعني عايز مزيكا بتتكلم. كان بالنسبه لي محمد منير الوحيد اللي بيعرف يعمل كده. محمد منير هو الوحيد اللي تسمع شريط الكاسيت يكلمك عن الشارع والناس. ويكلمك يعني عنده اغنيه اسمها الجيره والعشره ويقول لك، وعنده اغنيه اسمها شبابيك ويكلمك عن البحر. اغاني كده في حد ذاتها يعني ليها ابعاد كتير قوي وبتلمس معاك، لان هو ده اصل احنا مش عايشين 24 ساعه بنحب. انت بتحب مثلا لو انت جامد قوي تحب ساعه في اليوم. هو ده نص ساعه في اليوم، بقيت اليوم كله انت عايش بقى تشيل قبح في البلد يعني. فانت اللي باقي كلمني بقى عن الصحاب الجدعان اللي وقفوا معاك، كلمني عن كذا، كلمني عن معاناتك، كلمني عن احلامك. ده كان بالنسبه لي محمد منير يعني هو على رأس القائمة اللي بيعمل كده. فقلت أنا عايز نفسي أعمل مزيكا زي دي، وكنت بحب بقى الراب. فبدأت أكتب واحدة واحدة يعني، كنت بسمع أسفلت في الأول وبعد كده بقينا أصحاب وعملنا مزيكا مع بعض. فبقيت بسمع بقى، كنت بسمع راب بالإنجلش وبعد كده بقيت بسمعه بالعربي ولقيته خطير وحلو وبيتكلموا في مواضيع. والله حبيبتنا في الراب. والله 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 لو الناس سمعوها هيتبسطوا قوي. طب سمعنا حاجة. إحنا معانا حاجة ماينس 1 صح؟ معانا نور. ممكن نسمع نور؟ نسمع نور، تعالوا نسمع نور وبعدين نسمع انت مكمل معانا ها؟ يلا. بعدين في غدا وبتاع. أمال إيه؟ أمال إيه؟ ممكن تقعد تتغدى. مستاهلين برضه. خلاص يلا. يلا. تشيك. منبه صوته عالي فوق عقلي وترتيباتي، يوم المقابله فكرني باول شغل في حياتي، مهندسين كتير جدعان وبيعلنوا الوظيفه، خبرتهم في الحياه مفيش زي الورقه النظيفه، اخر سي في في ايدي باسم نور عبد الكريم، ورقه مذكرات من نصه وقعت بتاريخ قديم، نور كان الكبير على بنتين اتنين، من مسؤوليه عمره ما اشتكى طول السنين، صحابه دايما بيلوموا وضغوط كتير عليه، يا ابني هتعمل ايه بالعلم وبالدراسه هتبقى ايه؟ سؤال عارف اجابته في عمره في يوم محيره، امه دايما في ظهره بتسنده وتصبره، بس فجأة مرض أبوه بقى ياكل فيه ويكسره، لازم يلحق إخواته وبيته قبل ما يخسره، نزل ورشة أبوه وقال للناس هنسى العلام، شهور واتقال عليه قسطة زي أبوه تمام، في السر كان بيذاكر والدكاترة قدروه، عرفوا ظروفه ومشاكله في الغياب استحملوه، يوم ما استلم الشهادة كان طاير فوق السما، مهندس ميكانيكا قد الدنيا إنما خبر وفاة أبوه كان رصاصة هتقتله، كتر هموم من صغره قدرت يومها تصبره، الورقة لبتها وفي عقلي بقول ده مش هيقع، واللي الوظيفة خلاص اخترته لأنه جدع. لا أنا هتحط على الهامش ولا هقبل أكون عرف، دي الدنيا بتمشي عشان إحنا في نفس الصف، أنا بسبق بتحدى ظروف أنت ما بتعيشهاش، ودور هو لا يمكن يوم يكمل غير بدور هي، ميعاد المقابلة جه
متحمس ان اشوفه واسمع منه اكتر عن حياته احلامه وظروفه. بس المفاجاه كانت ان نور ما طلعش راجل، في بنت قدامي بتقول لي اهلا. ما بقتش فاهم، سالت باستغراب اسمك نور عبد الكريم، ردت عليا بابتسامه اهلا وانت مين؟ سالت تاني ليك اخوات؟ ردت ايوه بنات وانا المسؤوله عنهم. من يوم ما ابويا مات اتصدمت من الاجابه، نفس كلام السطور وجوه عقلي الف صوت بيقول لي مش معقول. ازاي كانت في ورشه؟ ازاي كانت سند؟ ازاي كانت رجوله؟ دي بنت اصلا مش ولد. ازاي عم الرجاله يقولوا ليها ريصه؟ ازاي هقول اخترت ست اخترت مهندسه؟ جوايا صوت بينكر السؤال قبل الاجابه، بينكر التردد وبيامر بالاستجابه لصوت العدل فيا ويفكرني باختياري. عشان قدامي ست يبقى اغير قراري؟ عيب وعر عليا وليها لازم اعتذر. ازاي ما بين افكار مريضه قديمه بتاسر؟ عقلت واديت لنور ورقه مذكراتها، قلت لها اني عارف كتير قوي عن حياتها. مبروك عليك الشغل ومتاكد هتنجحي، واتمنى نكون صفحه في حياتك فيها تفرحي. انا هتحط على الهامش ولا هقبل اكون عرف، دي الدنيا بتمشي عشان احنا في نفس الصف. انا بسبق بتحدى ظروف انت ما بتعيشهاش، ودور هو لا يمكن يوم يكمل غير بدور هي. هستخدم التعبير انت بتستخدمه، يعني حاجه خطيره يعني انت قلتها النهارده كتير خطيره دي. بس فكره امينه خليل جت ازاي؟ هو امينه، انا وامينه اصدقاء وعارف ان هي بتغني. امينه بتغني؟ بتغني. ما هي غنت ايه؟ لا بتغني وشاطره، يعني مش بتغني عادي كده يعني في اللي هو وهي قاعده بتتسلى، هي بتغني وكانت بتغني في باند زمان. فهي خطيرة واتقابلنا كذا مرة وسمعتها بتغني، فقلت طب رحت مسخنة كده قلت لها موت يلا بقى يا أمينة والأغنية دي ومش عارف ايه. هي عجبها الكوز جدا، عجبها الفكرة جدا، عجبها ان احنا عايزين نتكلم عن الموضوع بطريقة مختلفة خالص، وكانت ان قوي بقى يعني اللي هي كانت يلا دايسة يلا نقعد في الاستوديو طول اليوم بنظبط في الليركس يلا ما عندهاش مشاكل. يعني كانت متعاونة جدا بطريقة حلوة قوي، ودي كانت حاجة جميلة جدا. التيم كله بقى اللي كان ورا الأغنية كان كده، يعني من اليو ان ان هم كانوا مؤمنين بالفكرة وبالبلوت وبالتويست اللي احنا عملناه، هم بقوا سبونسر معانا هم والمجلس القومي للمرأة. انا معجبه قوي اليومين دول بالمجلس القومي للمرأة، يعني ماشي في سكك بره الصندوق. بس ما هو ده المطلوب بقى، يعني شباب وصغيرين ونوع مختلف من الفن وراب. هو ده ان هو انت تلاقي حد كمان مؤمن بمزيكا مختلفه خالص ويقول لك دي ان شاء الله هتوصل للناس، فدي كانت حلوه جدا. لفريق بقى عمل اكسير من انا صولبه المخرج، لجرواني البروديوسر اللي كان شغال كان رايح جاي معايا على الاستوديو، عمرو نصير. انت في شط هنا في اللي هو كانه مستشفى ده، انت بتقولي دي شقه؟ دي شقه عادية. دي شقه في جاردن سيتي. وفي شط تاني اللي هو فيه كانكم في ساحه كده انت وامينه، ده المتحف الزراعي. ده المتحف الزراعي. انتوا دعبستوا برضو جامد في خطار، يعني برودكشن تيم ما بيهزرش خالص، والمساعد المخرج والمخرج انس بقى صاحبي من سنين، يعني عامل كل الكليبات معاه. يعني انس قرر ان هو يعمل ميوزك فيديو خطير، يعني هيعمل دراما خطير. ممثلين خطار، الناس كلها جميله قوي اللي كانت في الكليب. عمرو نذير اللي كان ماسك كوميونيكيشن، في ناس كتير ممكن اقعد اقول اسامي هنا بكره. يعني عبد الرحمن خضر هو اللي كان حاطط ده المتحف الزراعي. ده المتحف الزراعي. النبي يا جماعه تاخدوا عيالكم تروحوا المتحف الزراعي ده، انا فاكراه. ده مش عادي. طبعا لا لا لا، انا فاكراه. ده في متحف للقطن. ايوه لوحده، حاجه عظيمه. في متحف للقمح لوحده، وكل القطن اللي في الدنيا بقصصه ده بيجاب ازاي وبيتوزن ازاي وبتعمل ازاي وبلده ايه. لا لا موضوع كبير خالص بقى، يعني انت مش طلعت موضوع كبير. ربنا يخليك. لا حقيقي، يعني كان في كلام كتير اتقال حتى عن كتابك، لكن ما كنتش متخيله انه في عندك ابعاد كتيره جدا كده في شخصيتك. كنا سبت الهندسه وانت في سنه خمسه، ده انا متغاظه منك قوي. روح انت كملي، لو عرفتي تعديها ليك اللي انت عايزاه. و103% وحاجات كده في الثانويه العامه كنت عامل فيها شاطر بقى. ده انت عندك حاجات كتير. هنروح لفاصل، وفي الفاصل عايزين نسمع مين السبب. مين السبب بقى؟ مين السبب وانت يعني صرت متخصص
واضح كده وهتبقى متخصص في الملف ده. بصي هو هي حاجه ما تضايقنيش خالص، بس حاجه عظيمه خالص، حاجه عظيمه جدا، بس انا عايز اوضح بس حاجه عشان الناس بتاخدها بطريقه ان انت ما بتتكلمش الا في الموضوع ده. لا يا جماعه، هو انا طول عمري لما بعمل مزيكا كنت بعمل مزيكا بتكلم عن العدل وعن الحقوق. صحيح. فده جزء من العدل وجزء من الحقوق. انا ممكن تلاقوني بعد كده عامل اغنيه، يعني مش بقارن بس بتتكلم عن الرحمه عامه. ممكن نعمل ليا واحد صاحبي اسمه شريف الهواري، جيتارست في كايروكي، عامل اغنيه خطيره خطيره والله، وحكايه برضو رهيبه ممكن تقعدي تسمعيها في الاخر بتكتشف ان دي حكايه كلب صغير في الشارع. هو ده الفن، واتاخد من امه، كانه هو بيحكي لحد لصاحبه الاونر بتاعه اللي مربيه، بيحكي له هو خدوه من امه ازاي وعملوا فيه ايه. حلو ده، ممكن لو ما دي انسانيه ودي رحمه والناس محتاجه تسمعها. هنروح لفاصل، فاصل هنسمع مين السبب ومين السبب. كانت بتتكلم عن التحرش، كانت معاك منة حسين. خطيره برضه قوي الغنوه دي. نسمع مين السبب في الفاصل، ونروح نقعد هنا في مطبخ ست الحسن. لسه زاب هيتكلم كتير، وعندنا كلام كتير عن كتاب حبيبتي. هتاكلونا بس، هتاكل وهتعمل كل اللي انت عايزه. طب حلو قوي. وبالمناسبه انت ليك يعني مصطلح كده شهير، محطم قلوب القارئات. وصلت لك دي؟ ما وصلت لكش؟ وانا مش بحطم حاجه. انا راجل غلبان. انا راجل غلبان وفي حالي. بعد الفاصل لسه مكملين مع نفسك. لسه مكملين معاكم في مطبخ ست الحسن، والجميله ريهام الدين زكريري. ازيك يا شيري يا قمر؟ والجديد بقى النهارده انه منورنا في المطبخ زاب صارو. ربنا يخليكي. حقيقي غنوه جميله، واكيد انت طبعا سمعتيها بتتكلم عن موضوع محترم جدا بفن الراب اللي بنشوفه بشكل راقي وبكلام محترم، بتتكلم عن قضايا تهم البنات وتويست حلو كده جوه الغنوه، انه كانت البدايه عن نور، ونور ده ممكن يبقى ولد، بس في نهايه الغنوه عرفنا انها بنت وبتكافح في الحياه في قصص كتير جدا. مش مركز خالص، انا عمال ابص على الفراخ. انت جاي ليه؟ ما تقلقش خالص. انا قاعد وهما بيحضروا، وبعد كده كل الفراخ الصغننه دي مش عارف. دي فرخه كلها؟ دي يا ريت. انا بروح الجيم وعايز انا مقطعها انصص بس حلو. لا والاكله دي بجد طعمها حلو جدا. انا عامله النهارده اكله اسمها سليج، او احنا بنسميها في البيت عندنا سليقه. بصي بقى الاكله دي سعودي، من الاكلات الحلوه جدا جدا، وطعمها وريحتها يجننوا. الاكله دي ما بتتاكلش الا باصول، لازم يتعمل لها سلطه معينه. في السعوديه بيعملوها بسلطه الدقوس او الدقس، اللي هي بتتحط جنب المندي. حلو الكلام. طيب انا مش هعمل سلطه الدقوس دي خالص او الدقس، انا هعمل، هي ليها اسماء كتير، يعني في ناس بتقول دقوس، وفي دقوس، وفي الدقوس على طول كده اهو. انا اللي انا هعملها النهارده دي عباره عن طماطم وبقدونس مع فلفل حار ومع ثوم، بتحط لها كزبره وكمون، ملح وفلفل، خل وزيت وليمون. الصوص بالطماطم مهم جدا ان هو يتحط على الرز بتاعها. الرز بتاعها شبيه بالروزيتو. هتلاقيه مش رز معمر، بيبقى طري شويتين حلوين كده، واهم حاجه فيه طعم الحبهان والمستكه. فتخيلي شكل الرز بلبن الحلو اللي بيبقى فيه فانيليا. احنا بنعمل الكريب مثلا حلو وحادق، صح. الاكله دي في منها الحلو وفي منها الحادق، في الرز بلبن بنحط له الفانيليا والمستكه، وفي السليق دي بتبقى عباره عن مرق الفراخ هنسوي بيه الرز، وبعد كده بيتحط له لبن مع كريمه لباني، وبعد كده بتجيبي السمنه بتسخنيها مع فص مستكه حلو قوي، وتحطيها على الوش. هاكلك لا هتاكل قبل ما تمشي، ما تقلقش خالص. حلوه قوي. فبجد ريحتها حلوه جدا، وكمان مغذيه للاطفال جدا. لو ما حطيتيش الكريمه اللباني واكلوا الرز مستوي في الشوربه، وكمان بلعها للطفل سهل، مش بتشرق. صحيح. فحلوه جدا. اهم حاجه في السلق ان احنا نكون حاطين حبهان ومستكه، ورق لورا، بحط كمان بصلايه، وبحط مع البصلايه فلفل حصى، ومع الفلفل الحصى بحط ورق خشبايه واحده من القرفه العيدان الخشب اهي. بصي بعد ما شربت السوائل بقت بالشكل ده. طبعا بنصفيها علشان احنا عارفين ما يجيش تحت سنانا الحبهان بالظبط كده. والمستكه بتتحط في الاول مع قطعه الزبده فبتسيح، فما بتجيش تحت سنانا. ولا احطها كمان على الوش، لازم تنزل في قلب الزبده، واحط كمان معاها المستكه، بس على شرط ما نكترش مستكه، لان المستكه كترها بيمرر. المستكه زي الفانيليا،
كترها زادت تمرر تمرر جدا. فعشان كده اللي تبصي تلاقي الحبوب بتاعتها صغيره، يعني ما اخدش حبه واحط، لا حبتين ثلاثه، حلو بس واحد. وخاصه ما بتكون التركي بتدي ريحه حلوه جدا. خلاص احنا مش هنضيع خالص وقتنا علشان كمان نستفاد ونسمع عن الاكل الفن يعني؟ الجميل. مش اكل مباي يعني، باكل خضار مسلوق بس كده بقيت ثلاث سنتين. ليه؟ عشان الغنى والنفس وكده ولا اي حاجه؟ برافو عليك. عشان عشان التمرين يعني، تمرين الجيم يعني. او استريحت، الاكل بقى مريح خالص، الاكل جميل. سنتين مسلوق. سنتين خضار مسلوق يعني باخد يعني ممكن اخد شويه كده خضار عادي بقى من البيت، شويه رز. وعايش مكمل عادي؟ والله مبسوط ما كنتش بره خالص، كنتش بره البيت تماما. برافو عليك. يعني انا قاعد بقى اصحابي يقولوا لي احنا رايحين ناكل في مش عارف ايه، اقول لهم ده جديد، يقولوا لي ده بقاله مثلا 3 سنين. انت اللي مش عايش. انت مش عايش. خالص ما كنتش بقى، ما كنتش اي حاجه سبايسي، ما كنتش الحاجات اللي فيها حركات، بس دي في فراخ فاحنا هناكل. ايوه روق النهارده. هي خلي بالك النهارده جايه باظ الدايت. ايوه بتقولي يا ريم. انا دلوقتي بحط الشوربه على الرز، بحط الشوربه على الرز. اهم حاجه الرز ما يبقاش مفلفل، الرز بتاعها، ومش زي كمان الرز المعمر، الرز المعمر بيبقى مفلفل شويه. دي هتبقى الرز بتاعها جوسي. ايوه خلاص حلو. ولما هيتحط بقى جنبيها تاخدي معلقه من السلطه دي على الرز نفسه ودوقي بقى. حلو قوي. لا انا هدوقك النهارده شغل على العالي. الله. الفراخ المفروض الصح بتاعها تتحط مسلوقه. يعني صح ان الفراخ بتتحط مسلوقه مع الطبق ده، بس بما ان دلوقتي بقى في تحديث في المطبخ فاحنا ممكن ندخلها الفرن. هنعمل ايه؟ هنجيب بوله زي دي كده، هنحط فيها شويه زعفران، وهحط فيها رشه صغيره من جوزه الطيب، وهحط فيها ليمون. في بعض الناس في السعوديه بيحطوا لها زبادي بدل الكريمه عشان تدي طعم المزازه السنه دي. خلاص بصي احنا هنحط ايه، نقطتين ليمون كده مش كتير. خلاص وهاجي هنا اقوم حاطه شويه زيت كمان بالشكل ده، وابتدي اخد الفراخ انزلها في صاج واحط عليها الخلطه دي، وابتدي بتطلع بزعفران كده محمر. ادهنها. دي حلوه دي برضه اهو بصي. شايفه انا حطيت يا دوب حاجه صغيره. الزعفران ده خطير. ده ايه ده بقى؟ لونه خطير. اهو دي بودره زعفران، احنا بنستخدمها بديل الزعفران الشعيرات، لان زعفران الشعيرات غالي. ده اللي انا خلاص. وبديل الاثنين سواء الشعيرات او كده بالظبط. لا قلنا العصفر بالظبط كده يا شري بتاع الليمون، العصفر بيديها طعم حلو قوي. ايوه هنيجي ناخد بقى الفراخ. هو انت لنا ان انت يعني حاسس ومقدر اهميه الست في حياتك، ممكن تساعد ماما في المطبخ مثلا؟ طبعا. والله والله متعاون يعني. بس مش عارف اعمل حاجه. انا واقفه ادعمها معنويا يعني. لا يلا ربنا معاكي ربنا يقويكي وكده. بس انا ماليش بس اكيد ماما طبخها حلو. انت شباب عندي بيخشوا مطبخ. بس في حاجه الشباب عندي بيخشوا مطبخ طبعا. يعني ناشد بيها الامهات موضوع الحبهان ده. ماله؟ بيسيبوه قصد. يا عيني. لا والله خلي بالك كل الرجاله ما بيحبوش قصه الحبهان. بيتساب قصد جوه الاكل. بيجي تحت. بص بقى هو الوحيد يعني انت تبقى قاعد بدار مثلا. تستعيد عنه بايه؟ انك تحطه باودر. يعني بيطحن. وبعد كده عايزين نستخدم البيت والله. انا اروح اقول لماما اعملي باودر، بقى تقولي مش كفايه بطبخ لك. يلا بقى روح اتجوز. لا بص في المطحنه. لا الموضوع بيفتح قصص ثانيه خالص. المطحنه والله لو ما بيتحط في قلب الثلاجه بيدي يطحن وتشال في الثلاجه بالظبط. طب هو ادينا قلنا عشان بس يعني الامهات اللي بيسمعوا يا ريت اطحنوا لنا الحبهان. والله الناس بتشتكي. انا عايزه اقول لك ان الحبهان المطحون لما بيتحط على السمك كمان بيدي طعم تحفه. طب بيبقى احلى من الفصوص. الفصوص ليها حاجات يعني. انا عندي في البيت تلاقي في قلب الدولاب في المطبخ في الاثنين، في الحصى وفي المطحون. الحصى يتحط في السلق لان كده كده اي شوربه في الدنيا لازم تتصفى. لحمه فراخ لازم تتصفى. حلو جدا. حتى السمك كمان. استنى انت كنت بتقولي حاجه مهمه قوي، هتقولي روح اتجوز. بتقول لك كده ماما؟ بتقول لك كده اتجوز بقى وشوف. يوم ما اتولدت باين عايزه تمشيني والله. من ساعه ما تميت 21 سنه فبقيت يعني خلاص حر. مش عايزه اتجوزك. يلا بقى يلا يا حماده. ليه عايزه اتجوزك؟ كل تقعد تدلعني بقى بكل مش عارف بقى يعني قله حب ولا. لا عايزه من ناحيتها بقى، عايزه تفرح بيك. تقعد تقول لي او بتيجي زي سيزن كده، بيبقى سيزن الجواز. فاقول لها ده انا رايح فرح هشام ولا خطوبه هشام، صاحبي قوي ومتربي معاه وصغير عني. تقول لي خطوبه هشام ده هشام خطب. حاسه على ده. فاقول لها وانا عامل هندي بقى خالص. فاقول لها خطب، ما انا قلت لك. تقول لي بس انا بقول لك بس يعني. اقول لها ما انا رايح اهو.
بعديها بشويه اقول لها ايه ده انا رايح كاتب كتاب هشام، تقول لي ده كمان يعني ان شاء الله دي كده فرح الجو. انا رايح فرح هشام فرح مش ع... بقى ما بقتش اقول لها بقى رايح البدله رايح فين رايح اعمل انترفيو بقى رايح رايح الينها رايح اعمل اي حاجه ايه ده يعني مش رايح فرح. الامهات برضو بيهتموا بجواز الشباب زي البنات طبعا طبعا مش لازم تفرح بيه بابنها وتشله بيبي وياخد اسمه بابا. يا ريهان طلعي اللي جواك وياخد اسمه بابا ده واضح ان في حد تعبها برضو بيه. لا 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 على فكره خلي بالك حاجه جواز البنت بيبقى غير الولد آه. البنت كده كده هتروح لاهل جوزها ولادها هيطلعوا على اسم جوزها اه لكن انت لما هتتجوز وتخلف هيبقى الاب لما آه. بيشيل ابن ابنه واخد اسمه دي بيبقى ليها فرحه جامده أيوه. مش هقول لك ان بيكره ابن البنت او بنت البنت بالعكس ده اعز الولد ولد الولد طبعا آه لكن ابن انت لما تبقى ولد وتجيب بيبي ولد بقى بنت كفايه ان هي واخده اسم جده دي ليها فرحه تانية طبعا تقول لك انا عايز افرح بابني علشان اشيل حفيدي بس انت يا عيني يا ابني بتتعرض لنفس الحاجات اللي بتتعرض ليها البنات بالظبط. انت ايه بقى انت مين اللي هتتجوزك دلوقتي بعد لما بقى عندك 29 ولا 30 سنه كده بقى اي معايره زلاني راجع كنت بلعب كوره انت بص مين هتتجوزك وانت بتعر ماشي مين هتتجوزك انت بركب موتوسيكلات مين هتتجوزك وانت بتركب موتوسيكلات طب اموت نفسي يعني لا قول لها بالعكس قول لها دلوقتي العرايس هتري انا شفت مره قول لها الموتوسيكل ده حلو واكشن وحاجه هيبوست يعني يعني ناحيه شبرا كده وشفت زفه عروسه آه. بالموتوسيكلات والعروسه بالطرحه العريس راكب والعروسه وراه والطرحه طايره والدنيا طايره كانت صعبه جدا فتسمعنا ايه؟ في ممكن نسمع مين السبب؟ يلا يا ريت بس نسمعها من غير مزيكا يلا انا هفتح دي لحظه قبل ما تغني يلا عشان ما اضايقش على صوتك يلا يا عم امان بقى يلا بينا مشكلتي بقى انها بنسى اغاني بتبتدي انت ده انا لسه كنت من سؤال عن امسك الفشل ما انساش خالص انا بنسى البدايه بس دايما خش لي كده بالغنوه فكروا ازاي لا 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 استنى آه. انا افتكر لا استنى ده تحدي ايه ممكن اغني اغنيه ثانيه انا مش مهم اغني طب انا كان في برضه يعني حته كده من اغنيه عايز اقولها عشان هي برضه بتتكلم عن نفس الموضوع بمناسبه 16 يوم العنف ضد المراه وبتتكلم عن الفاليو اللي انا اتعلمته من اهلي عن موضوع دور المراه فهي بتقول ايه بابتسامه هاديه وبوسه حلوه على الخدود الإجابة واضحة حب أمي ملوش شروط خالي من الوعود لست أنا نسيت الأغنية خلاص والله عمال أقول الكلام ده حرر عليك حرر عليك لو بص بس لو أنت دماغك دلوقتي في الفراخ هطلعها لك بس غني أما أنا بص هناك ومستقل طب أنا عمال أقول أنا غنيت بسرعة هيقولوا لي بقى خلاص بقى أنت مش هكمل أقول لك يعني اللي بعديها فالأكل أقول لك بداية مين السبب؟ كنت فاكر إن السعادة بس كده خلاص إيه رأيك فيا؟ والله شاطرة كنت فاكر السعادة حاجة متحددة بنت حلوة شكلها هادي ركبت من ابو الفدا المشكلة ان الصوت يا معكر الهدوء والشباب في الزحمة قاموا لما شافوا البنت ذوق قالوا هيلا بيلا صيدة يلا بينا نبتدي مهما كان الفعل جارح هي مش هتشتكي المحترم اللي فيهم شارك بس بالكلام مع ان كلامه جارح بس زايت والسلام موقف مهين اصل كل الناس ساكتين اللي شايف واللي سامع واللي راكب من الحسين قاعد طول السكة ساكت شارك بس بالعينين شيء يحزن حاجة تقرف ان كل الخلق عادي اللي عامل فيها سارح واللي بيسمع للمنادي كله عادي لو هيبقى حد راضي وكله راضي ان الغدر يبقى عادي ويترمي حمل العتاب على البنات وعلى الاهالي ليه بنرضى ومش بننطق هو ده دايما سؤالي كنت فاكر السعادة حاجة متحددة نفس البنت تاني يوم ركبت من ابو الفدا خط زحمة كوام ولحمة أكشن عيد القصة تاني بابتسامة صفرة بادئ قال يقول كلام أغاني آه يا حلو يا اللي واقف يلا بينا ولا إيه من البداية البنت صارت هو ده يبقى اسمه إيه هو إيه ما في الشهامة ابعد عني عايز إيه صوتها يعلى ومن بجحته رد كان الصوت صوتين قال لها ما جيتش جنبك كله شايف إيدي فين الأمل عمال بيضعف إن حد يقوم يساعد واضح إن الكل ساكت على المشاكل كله باعد قالت عيب على الشناب وعلى الدقون اللي موجودة فين النبل يا جدع فين النخوة والرجولة قام الكل قام وشاخط بص طولة اللسان زعلوا منها لما سمعوا صوت الحق في الودان الله الله ربنا خليكي الله حلوة حلوة قوي كمان ايه رأيك يا رير إيه انا سامع الفن بيتجلى الحقيقة الله وكلامك جميل جدا انا شايف الفراخ بتتجلى الفراخ هي اللي تتجلى انت ايه حكايه زاب دي لان وريري كانت بتقول له زاب قال لها قولي لي يا احمد اه استنى حماده زي ماما اه ايه بقى ايه حكايه زاب دي جت منين واحد صاحبي اسمه شادي كان
قرر ان ده اسم صايع يعني وجامد وكده. كنا بنلعب فيديو جيمز في السايبر كل، انا كنت فاقد يعني وانا صغير. هو انا كنت بصحى من النوم اروح، بس يا ماما انت اول مره تعرفي الموضوع ده، قول اعترف. انا كنت بصحى من النوم اروح المدرسه اشوفهم شغالين كويس واروح ماشي يعني اشقر عليهم. يا قعدت فتره بس لا. لا بلاش، انا مش عايز انشر والله الموضوع ده في وسط الناس، لا يعني مش حاجه لطيفه. برافو عليك والله. والله يعني فوتت حاجات كتير. ما انا سقطت، ما سقطتش يعني. يا جماعه ده جايب 103%. ده في ثالثه، في اولى ثانوي. انت عارفه زاب جايب 103% في الثانويه العامه او في الامريكان دبلومه، وده كان في كليه الهندسه. ما شاء الله. طب ما حلو. على يقول لك انا فاشل. لا ما تاني اولى مش فاشل يعني، اولى ثانوي انا كنت باخد بقى جوائز يعني، كنت بطلع مثلا التالت على الفصل مش عارف ايه وهكي وانا صغير. دخلنا بقى في اولى ثانوي تحس ان هم ايه، السنه دي انت خش اعمل اللي انت عايزه، سنه ملعونه كده. اه فبقى انحرفت بقى خالص. تالتة ثانوي بقى انحرفت خالص خالص. كنت بصحى بس يعني عملت اصدقاء. لا بس انا معجبه بيك انك دلوقتي بتقول يا جماعه ده سلوك ما كانش لا يعني ان افرض انا ما كنتش عرفت اذاكر في ثالثه كويس. افرض حرام تعب اهلي. والله انا اهلي كانوا تعبانين عليا جدا عشان اتعلم كويس. حتى اختي كانت بتقعد تعيرني تقول انت متدلع وبيعاملوك كويس احسن مني. وانا كنت وفي الاخر كنت هضيع كل ده وابقى اخش كليه وحشه او ما بقاش ناجح في اللي انا بعمله، عشان بتبقى اللي هو السعاده الوقتيه. انت مبسوط دلوقتي ومقضيها دلوقتي وبتنزل مكبر خالص من الساعه 9 10 الصبح انت في الشارع لحد اللي انت عايزه. بس وبعدين انا شفت امثله من صحابي او امثله من ناس كنا نعرفهم، صحابي الحمد لله كلهم يعني ما شاء الله عليهم، لا متربي معاهم. في ناس لحد دلوقتي قاعده على القهوه مش عارفه تعمل حاجه لان هو ايه، فضل قاعد وعجبته القعده واستحلاها. صحيح. فهي لا يعني بلاش. لا انا مبسوطه ان انت التالنت دي بتبقى مهمه جدا حبيبتي. إيه. طب قول لي زاب جت ازاي؟ مش عملت كده اول لما طبق قول. عايز الاقي الفوطه الكبيره عشان حاسس انها مرمغ نفسي والله في الاكل. انا حاسه البتاع دي هتبقى جميله يا ريري. زاب جه واحد صاحبي طلعه عليا يعني، طلعوا معايا قال لي ايه رايك الاسم صايع وبتاع، ما تكتبه. واحنا بنلعب كنا بنلعب لعبه اسمها كاونتر سترايك، تلاقي الشباب كلها عارفينها وميدل اوف اونر وبتاع. فكان لازم يبقى ليك نيك نيم كده، ما ينفعش يبقى اسمك احمد يعني. كان في واحد صاحبنا اسمه فولفو، معرفيش ليه كان حلو. لزقت فيك زاب. فلزقت بقى زاب. وفي المزيكا في الهيب هوب حاجه اسمها ستيج نيم، يبقى ليك اسم تاني. انا قلت خلاص طب ما هو موجود، بس مش هغير زاب ثروت بقى، مش هغيره بقى عشان يعني عشان الوالد بقى. طب قول لي عايز اقول لك على الاغنيه. قول. زي ما قلت لك الاغنيه فيها زي ما قلت لك فيها ناس كتير قوي، فيها الناس اللي في على نور. انا على نور، على اغنيه نور. فيها امينه خطيره وتعبت معانا في الاغنيه، فيها ساري هاني. ساري هو الموزع. مزيكا حلو قوي على فكره. ساري خطير ما شاء الله عليه يعني، عمل مزيكا، عمل احنا عملنا 4 فيرجنز، دي رابع فيرجن. ما كانش بيزهق يعني، كل ما يقعد يقول لي يلا بينا وحماس على طول وبتاع، ان احنا نهد ونبني ونهد ونبني. الموضوع ده متعب جدا. طب. وهو كان خطير وان جي كانت ماسكه الشغل خطيره، وهدز اللي عامل الماسترنج بتاع الاغنيه اخو ساري كان خطير. مهرتب من اليو ان بتستحمل بقى مشاكلنا وتاخيرنا وحواراتنا، كانت على طول خطيره والله وما بتقولش حاجه. وبقيت فريق اليو ان ملك وناتالي وهدى، فريق بقى كايروكي، فريق قصدي بص كايروكي دخلوا في النص، فريق اكسير استوديو زي ما قلنا اساميهم كلهم، وناس تعبت جدا وابدعوا جدا عشان يطلعوا الموضوع ده. وعلى راسهم ايمان عسكر اللي اشتغلت معايا على الفكره بعد ما طلعتها في الاول، ويارا عياش، البنات بقى هنقول اسامي البنات، ويارا عياش ونهى وشيماء. انا مبسوطه ان انت عايز تقول كل الاسامي الناس عشان الناس دي مش انا، مش انا اللي عملت الاغنيه والله لوحدي. ماشي انا طلعت الفكره وكتبت الليركس، في ناس كتير اشتغلت في كل حاجه، في اللي صور وفي اللي انتج وفي اللي تعب وفي اللي دار على اللوكيشن. انا كمان مبسوطه انه في جيل طالع، ورامي طارق عشان ما انساش اسمه، ورامي طارق بروديوسر. بس مبسوطه من فكره ان في جيل طالع عشرينات او اوائل الثلاثينات حاسس بمسؤوليته المجتمعيه. يعني انت بتقولي الشباب كانوا بيجوا بنعيد وبنزيد وما بنزهقش وفي دعم وفي عارف، كان ممكن جدا يقول لك يعني عليا بايه من ده كله. ما هو احنا لما عملنا اصلا لما قررنا نعمل ميديا مختلفه شويه، هو الهدف منها ايه؟ ان انت تتكلم، تعبر عن اللي جواك، تقول للناس يعني. هو اصلا يعني هي كانت في الاول هوايه بالنسبه لناس كتير في اكسير او في ناس كتير من اللي بتعمل ميديا بديله، وهي اسامي لا تحصى يعني من الشركات اللي عامله شغل كويس جدا.
في الاول كانوا عايزين يعبروا عن نفسهم لان شايفين مفيش منافذ كويسه بتعبر عنهم، وبعد كده بقى ده شغلهم. فدي احلى حاجه في الدنيا ان الحاجه اللي انت بتحبها تبقى هي دي شغلك اللي انت بتاخد عليه فلوس وتاخد عليه اجر وتبقى مبسوط جدا. صحيح. وده اللي بينجح. صحيح. ده اللي بينجح. اللي بينجح انك تكون هاوي حاجه وغويها وبتثقلها. صحيح. لكن انا لو جيت قلت لك تعالى اشتغل مغني بس يا عم دي بتكسب وبتجيب فلوس وانت مش حاسسها، لما يجيبوا لك احسن ملحن واحسن كاتب طبعا. واحسن كل حاجه. صح. مفيش حاجه هتطلع. فينا شطار قوي. خاصه الفن ده بالذات بيتحس. صحيح. يعني فينا شطار قوي في يعني وبيغنوا بس هو مش عايز يعني، هو بيقول لي لا يا عم انا الغنى ده هواية انا ببص كده بغني كده مع اصحابي وشاطر وعنده تالنت حلو قوي، بس يقول لك لا انا بغني كده مع اصحابي وانا عايز مثلا اركز في اللي انا بعمله، وده حاجه تحترم جدا يعني. يعني هو محطم قلوب القارئ برضه. ليه البنات هما اللي اشتروا اكتر الكتاب بكتاب حبيبتي؟ لا خالص، يعني انا شايف ان ده بتبقى كده شويه حركات بتتكتب في الجرايد وبتاع بس حلو. زبط. هما والله الجرايد لا والله عادي، اصل هي الجرايد هي اللي بتكتب ال 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 الحاجة يعني. هو الموضوع ابتدى بايه؟ بصوره كانت في معرض الكتاب وكانت الناس كلها رافعه كتاب، فالصوره الكادر كان كله بنات. قال لك بقى ده ايه ده، هو شغال على البنات بس بيكتب يعني كلام يعجب البنات وخلاص. فهي الموضوع بقى كده، ده هو البنات بس، ده هو مش عارف ايه. لا بس احنا فكره مثلا ان كتاب زي حبيبتي هو بيتكلم عن قيمه الكلمه، فانا بتكلم على امي وعلى اختي وعلى البنت اللي هتجوزها وكده، فهو بيتكلم عن الثلاثه دول. فدي اصلا فاليز عند الراجل، هو كتاب مش عن البنت. يعني هو بيتكلم عن الراجل. ففي ولاد كتير قروه الاغنيه دي، معظم الناس اللي شافتها يعني مش معظمها يعني ممكن تكون 50-50 ولاد. اللي شغالين على البروجكت كلهم ولاد. صح. ولاد وبنات طبعا يعني. فهي الموضوع يعني انا عاجبني ان الكومنتس اللي كانت حتى على الفيديو، مش الناس داخله تقول ايه مش كلهم بنات بيتكلموا وكده، لا في ولاد كتير بيقولوا احنا مع ده احنا، لان هي فكره ايه، هي هو الحق، هو العدل، انت عايز العدل، انت عايز الحق لأي جندر بقى، لراجل ست. انت عندك حاجة في المعرض الجاي؟ بتكتب حاجة دلوقتي؟ لا بس انا مركز بقى في الالبوم. عايز البوم جديد. انا قاعد بقالي 3 سنين بعمل سينجلز يعني، اعتقد امير عيد هيطردني من الاستوديو. يعني البومات بقى؟ ده بيتخانق معايا كل يوم. ده اللي شغال عليه دلوقتي. ده اللي شغال عليه. المفروض ينزل امتى؟ يعني انا وعدت ناس قبل كده من 6 شهور ان هو هينزل، فهو لو ممكن يغتالوني في الشارع. فهو انا نفسي ينزل على شهر 3 بس. طيب هيبقى في ستوري تيلينج اكتر، هيبقى حكايات كده زي ما بعمل اكتر. وهيبقى في ناس، انا متاكد ان هيبقى في لسته ناس هشكرها اكتر واكتر، لان انا كل اللي انا وصلت فيه ده مش عشان انا شاطر 100%، ده علشان في ناس كتير واقفه معايا من اول البيت لحد اكسير اللي هو البيت الثاني لحد كايروكي امير عيد. طبعا. والناس كلها في كايروكي اللي وقفوا معايا يعني الحمد لله. ربنا معاك يا زياد، انت تستاهل كل خير لانك فعلا مجتهد. ربنا يخليك. بشكرك جدا. شكرا جدا جدا جدا. هاي مشونه قبل الفراخ. لا استنى ده احنا بنغرف اهو. الرز استوى كده بقى في الكريمه والشوربه والحاجات الحلوه دي. اهم حاجه فيه ان هو الله ما يتسابش على نار عاليه لان هو ممكن يلزق. تمام. فلو لزق في الحلو بنقول اتكرمل. في الحادق هنقول ان هو لزق وابتدى يدي طعم الحاجه اللي زي ما تكون محروقه. ايوه. واخده بالك؟ حاضر حاضر. حالا حالا حالا. طب انا هبتدي بقى. يلا. لا ده انا عايزه ابتدي لحظه واحده يا شريف. اهو حالا اهو بنحط الفراخ على الرز. الله. وتسلم ايديك يا ريري، حلو قوي الجو ده يعني، مختلف وطعم ومفيد. لا ده انت لازم استنى هنحط الفراخ اهو عشان الادانه اصلها. هو الحقيقه نورت الدنيا يا زياد، بشكرك شكرا جزيلا. كل كمل يا عم. هناكل طبعا، هاخد الحاجات دي وانا مروح. بشكرك يا زياد، نورت الدنيا. بشكرك ريري، تسلم ايديك يا حبيبتي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. نعيشنا وكان لنا عمر، بكره يوم جديد من امس. 6:00.